نرحب بكم في هذه الأمسية الخاصة في الحقيقة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل أستاذنا البروفيسور جميل خليفة رحمه الله. وهذه الندوة في الحقيقة تنظم من قبل الجمعية الفلكية الأردنية والاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ومركز الفيزياء النظرية والفلكية. طبعا نظرا ايضا يعني ما زالت من الناحيه الوبائيه لكورونا، فبالتالي اضطررنا ان تكون هذه الندوه عن بعد عبر الفضاء الافتراضي للجمعيه الفلكيه. وسيشارك في هذه الامسيه نخبه مرموقه من اساتذه ودكاتره وزملاء المرحوم الدكتور جميل خليفه، محفظ الالقاب هم همام غصيب، بثينة حمد، ندى طلال عبد الرحيم، عادل شاهين، بسمة ذياب، بلال سعادة، رائد حجاوي، خليل ذبينة، وعمار السكجي. طبعا سنبدأ بداية بكلمة للأستاذ الدكتور همام غصيب من أستاذ الفيزياء النظرية في الجامعة الأردنية، وطبعا نظرا يعني ظروف مر بها فقد اضطر لتسجيل هذه الكلمة، فهي كلمة مسجلة وستبث في الحال. دكتور عمار. الأحباء الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طلب مني أو إلي دكتور عمار العزيز أن أتحدث ولو بكلمة رسالة صوتية وجيزة في هذه المناسبة، وكنت قبل قليل هذا كنت في غمرتي أمور ملحة وبارتباطات ملزمة الحقيقة لي، وأحرجت واعتذرت لأنني أريد أن أعطي للمناسبة حقها. هي مناسبة أثيرة عزيزة لدي. كنت قد تحدثت عن جميل هكذا حاف، ستعرفون لماذا بعد قليل، في على الأقل مناسبتين. المناسبة الأولى في الحفل السنوي للجمعية الفيزيائية الأردنية، وكل مناسبات جمعيتنا هذه كما تعرفون هي بالتشارك مع جمعية الفلكية الأردنية، وحضر عدد كبير من فلكيين الأعزاء أيضا هذا الحفل. تحدثت بتأثر كبير لأنه الطالب الأول، كان الطالب الأول في الدراسات العليا، الماجستير آنذاك، لم يكن دكتوراه، فقط ماجستير. وعرجت على بعض الأمور، الصلات التي تربطنا معا. والمناسبة الثانية كانت في ما سمي سيرة العلمية، سيرة الشفوية العفوية على اليوتيوب. هذه كانت الحلقة 24، الجزء الأول من هذه السيرة التي طلب مني دكتور تيسير صبحي أن أخوض غمارها. وهذا قبل سنة زمان، بدأت بالحلقة الأولى ولم نكن نعرف أنها ستستمر، وما زالت مستمرة، وهي ساعات الحلقات طويلة لأنها توثيقية، ليس الغرض منها أن ننافس أي شيء في اليوتيوب وهكذا، فهي طويلة لأنها سجلت المقام الأول من باب التوثيق. ودكتور تيسير صبحي من المقربين لدي منذ كان طالبا في الفيزياء، في البكالوريوس في قسم الفيزياء جامعة الأردنية، وهو مكافح جاهد، تعرفون أنه متخصص
في التربية الخاصة فيزياء الموهوبين، وأسس مركزا في مسقط رأس أينشتاين قبل سنوات وسنوات في أولم، مسقط رأس أينشتاين، الـ ICIE International Center for Innovative Education، مركز دولي للتربية الابتكارية. وعنده قناة خاصة، وجه إلي الدعوة قبل أكثر من سنة بقليل، وترددت مرة أخرى لكنني أقدمت عليها، وهي مرتجلة طبعا، كما قلت هي شفوية عفوية، لا أوراق ولا تداعيات. أبدأ بالحديث وحتى أنتهي كل حلقة، ما زال هنالك الكثير لكي أقوله، مع أنه الآن مجموع ساعات التسجيل أكثر بخمسين ساعة حتى، يمكن أكثر بكثير. ومع ذلك ترددت حتى أتحدث في هذه المناسبة، لأنني أريد أن لا أكرر نفسي، وأريد أن أعطي كما قلت المناسبة حقها. جميل عزيز لدي، لأنه الابن الروحي الأول، كل طلبة الماجستير والدكتوراه لدي الذين أشرفت عليهم هم أبناء روحي، مع أنه كنا من جيل واحد. يعني آنذاك كان الطلبة ناضجين جدا، وكانوا قد تمرسوا بالحياة أكثر من أساتذتهم، وكانت التسهيلات أقل بكثير من الآن، فهم مكافحون ويكافحون، لأن معظمهم إن لم يكن كلهم كانوا، أنا لديهم أسر، كان الواحد لديه أسرة وعمل، ومع ذلك كانوا ملتزمين وأيدهم جميل. صادفت في المختبر، أنا عدت إلى الأردن بعد غياب طويل في 10/10/1975، في العاشر من شهر تشرين الأول عام 75، وبشرت الدوام في الجامعة، العمل في الجامعة في اليوم التالي. وكان عبئي كبيرا جدا، إلا أنني انخرطت في دراسات العليا منذ البداية. كان برنامج الماجستير متعثرا، هذا ليس ما أقوله أنا، إنما الكل كان يعرف لو كان متعثرا، خرطت فيه منذ البداية مع العبء الكبير في المواد وغير ذلك، لكنه أصبح مشروعي الأكبر حقيقة، لأنه يتعلق يتصل ببناء إنسان. يعني أنت تأخذ شعلتك وتعطيها، تعطي الشعلة لجيل بعد ذلك، والجيل يعطي لجيل آخر، وهكذا. يعني تتابع هي الشعلة الجدوى التي يجب أن تستمر. فصدفته في المختبر في الأيام الأولى، لدي مختبر سنة الأولى 101 الآن 111، سمي كان آنذاك جزءا من المادة 101 النظري وهو المختبر. ونحن في المختبر، طبعا أنا فيزيائي نظري، لكن كلنا كان علينا أن نداوم في مختبرات السنة الأولى ولو مرة في الأسبوع. وجاء إلي وقال لدي رغبة في أن أكون طالبا لديك في الماجستير. قلت له أمني بضع ساعات، لم أكن أعرف أنه كان مسجلا رسميا آنذاك عند رئيس القسم دكتور عيسى خبيص رحمه الله وغفر الله له ولي وللجميع. فمع ذلك عدت إليه إما في اليوم نفسه أو اليوم التالي، وقلت له لدي بضعة موضوعات أثيرة لدي، لكن الموضوع الذي أفكر فيه الآن مناسب جدا لك فيما أعتقد، هو كذا: هيلوم 3 هيلوم 2 ميكتشرز
مخاليط الهيليوم 3، في الهيليوم 4 هي هيليوم 2 قولد اي اي يعني رومان نيوميرالز، هيليوم 4 يعني سائل هيليوم 4 تحت درجة حرارة 2.17 كلفن، حيث يكون سائل هيليوم 4 سوبر فلويد فائق المياه. سوبر فلويدة المياه الفائقة، وموضوع ما زال موضوعا حيا يتدفق حياة، وما زلت أحن إليه وأعود إليه مرارا وتكرارا. فهكذا كان، وكان يلتزم دائما بالمواعيد الكثيرة ساعات طويلة، لا أول ليس لا آخر، خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع كانت الخميس والجمعة. وأذكر في يوم الخميس كانت الجامعة دائما مظلمة في ساعات المساء، مساء المتأخر تماما، إلا الضوء من مكتبي. كنا قد انتقلنا حديثا إلى مبنى قسم الفيزياء، حتى الفصل الأول كنا في قسم الجيولوجيا الآن، وانتقلنا إلى المبنى وكان الحرس يضربون أخماسا في أسداس. ماذا يفعل هؤلاء؟ لما دائما ضوء؟ ويتحققون من الأمر لأنه كانت الفرصة الوحيدة لدينا لكي نناقش ونعمل بلا كلل أو ملل، دون انقطاع، دون أن يقاطعنا أحد. وفيما بعد كنت أطلب من الطلبة أن يقضوا 4 ساعات عندي في المنزل، 4 ساعات متواصلة يوم خميس من الساعة 4 حتى 8 مساء، وأسعفتنا وكانت دائما تسعفنا هذه الساعات. فقطعنا شوطا طويلا آنذاك، كان نفسه جميل طويلا في كل شيء إلا الحاسوب حوسبة، لأن التسهيلات لم تكن موجودة بالمعنى الصحيح. تلك الأيام لم يكن هناك حاسوب شخصي، بيرسونال كمبيوتر أو ديسك كمبيوتر أو حتى لابتوب، حاضون نسميه في المجمع، مصطلحنا المجمعي المؤقت. فبعد صعوبات كثيرة قلت له لا بأس، لدي دعوة في إنجلترا، مختبر داسبري هو مختبر نظري في المقام الأول مشهور، وفيه تسهيلات حاسوبية متقدمة جدا آنذاك. وقلت له سأتمم ما بدأنا ولا يكون مصدر قلق ونستمر في العمل. وهذا ما حدث. وفي بدايات شهر 12 كان موعد المناقشة، طبعا الرسالة، نحن نقول رسالة ماجستير وأطروحة الدكتوراه، هذا فولكلور جامعة الأردنية، فكان يطبع كل شيء على ورق نسميه ستانسل، حروف النافرة، حتى نأخذ نسخا من الرسالة، نتمم صفحة ويأخذها جميل إلى رئيس ديوان سعيد خوالدي آنذاك في أوقات فراغه كي يطبعها، وإذا أخطأ في كلمة يعيد الصفحة كلها. لم يكن عندنا ترف الذي نملكه الآن، ترف الحاسوب، الحاسوب الشخصي وغير ذلك. فحددت المناقشة بدايات شهر 12، وكانت عادتي وما زالت أن أطلب من طالب في ليلة عشية المناقشة أن يؤدي، أن يكون لدينا تجربة بروفا، يعطي المختصر المفيد في وقت لا يتجاوز نصف ساعة في البداية، ثم أسأل أسئلة ونجيب عن بعض الأسئلة، وهكذا نتناقش، وإذا كان في حضور ولو من شخص واحد أفضل وأفضل. لاحظت أن جميل في عشية المناقشة لم يكن في أحسن حالاته، وكان متوعكا الحقيقة، وتجربة جديدة القسم حتى.
قلت له الآن تذهب وترتاح، والله كريم إن شاء الله غدا يكون كل شيء على ما يرام. إنما وضعت يدي على قلبي، وكان اليوم التالي بحسن الحظ عاصفا. كنت أصلي يا رب تحدث معجزة ونؤجل المناقشة بضعة أيام حتى يكون في أحسن حالات جميل ويتدرب، لأنها مناسبة يجب أن ننجح فيها نجاحا باهرا، هي الأولى من نوعها في القسم آنذاك. يعني لها رنة تاريخية صدقوني بالنسبة لقسم الفيزياء وتاريخ الفيزياء في بلدنا. والعواصف الآتية هذه قطعت الكهرباء، جعل الكهرباء تنقطع، وحاولنا لم نفلح. فبعد مدة من المحاولة طلبنا رسميا، كانت الرسمية المناقش برئاسة رئيس القسم آنذاك المشرف الإسمي، لم أكن مثبتا آنذاك ولم يكن مرتاح لي، لم يسمح لي أن أترأس أن أكون المشرف الإسمي. فهذا ما حصل، صدق أو لا تصدق، وكسبنا بضعة أيام، وكانت مناقشة لا أريد أن أفصل أكثر، إنما نشكر الله ونحن كانت تليق بأنها الأولى نوايا. أنا دكتور معروف عزيز كان أيضا في الفترة الأولى. وبعد ذلك ببضعة أشهر شهدت إعلانا في القسم، مذكور في الإعلان حتى التاريخ الذي كان غداة ما اليوم الذي رأيته فيه. تصوروا لم يكن أمامنا إلا 24 ساعة إنه إعلان عن طالب يتابع الدكتوراه في مسارعات فانديغراف أكسلريتورز، لأنه لدينا فانديغراف أكسلريتور. وكان الدكتوراه في جامعة نيس في فرنسا، كان قد حصل علي دكتور إسحاق فرحان رحمة الله عليه، رئيس الجامعة آنذاك، في رحلة له إلى نيس. فبعثت خبرا إلى جميل عن طريق أخي جليل الذي كان يعمل في القسم في الورشة الميكانيكية، وفعلا جاءني جميل بعيد ذلك، يعني إما في اليوم نفسه اليوم التالي، وأتم الإجراءات في آخر لحظة وذهب إلى نيس. إلا أنه كان قد أصابه عشق الفيزياء النظرية، فأراد أن يكمل في الموضوع الذي بدأه معي. وقلت له هنالك ثلاثة أسماء في فرنسا بارزة في موضوعنا، فاتصل بهم جميعا، لم يستطع أن يجد أحدهم في مكانه العادي، كان كلهم في إجازات تفرع علمي هنا وهناك، فكان عليه أن يبحث عن بديل، وكان البديل فيزياء حالة الصلبة في ستراسبورغ. وهكذا كان. وعندما عاد كان لابد من تشكيل لجنة كنت فيها كي يحاسب بين قوسين لما غير الموضوع، لكنني كنت أدافع عن وجهة النظر، وكسبنا المعركة، لأن رئيس قسم آخر، رئيس القسم الآخر آنذاك، كان متعنتا يحسب ذلك مخالفة خطيرة وهكذا. لا أريد أن أخوض في ذلك، لكن يجب أن نعرف قائق وقائع. وتعين في القسم وبدأت رحلته كأحد أعمدة القسم بارزين، وعد ذلك أصبح من الأعمدة التي دائما أجد فيها بشرا وسعادة ودفئا. سنة بعد سنة الحقيقة، يعني لا أريد أن أطيل كثيرا وأختصر، لكن كان القسم دائما
يشير إلى المحبة أو الحب العذري بينهما وجميع. ولم تلوث تلك المحبة أي شائبة، خصوصا في السنين الأخيرة. لم أصادفه في ممر من ممرات القسم، من ممرات القسم كان دائما يأتي إلى المكتب ويسلم إذا وجد طلابا أو أي أحد في المكتب يراجعني أو في زيارة، يقول أنا فقط أردت أن أسلم ولو عن بعد. أما إن استطاع أو استطعنا نجلس معا لدقائق، ودائما صاحب كان فكها، صاحب نكتة وصاحب مجلس ظريف، ودائما فيها الوفاء، المحبة الخالصة، ويعرف كيف يتصرف دائما وسريع البديهة. جميل كان من أقرب الناس، يعني لهذا السبب أناديه جميل حاف، ونحن معا في قسم واحد معنا، فهو يتابعني وأنا أتابعه، يتابع مسيرتي وأنا أتابع مسيرته. دائما دائما كان موجودا. ووصلني نبأ النعي في فجر ذاك اليوم المشؤوم. دكتور عمار ذكرنا بأنه 11 من هذا الشهر، 9 من آذار هو ذكرى رحيل والدي، يعني أول من أمس أو يوم أمس بالأحرى كانت ذكرى 40. جميل بعد ذلك بيومين، فكيف سأنسى الآن فصاعدا ذلك التاريخ؟ إنما عندما بلغني أنام متأخرا جدا فجر نعي من العزيزة ندى طلال، وهي درستها وموظفة في قسمنا وطالبة جميل، إنما شاهدت نعي قلت يا الله يا الله، إلا جميل، أحزن على الجميل لكن إلا جميل. وحدثت الصدمة حقيقة، كانت صدمة كبرى لي، لأن كنت في اليوم نفسه في القسم، وحدثني الدكتور أحمد مساعد رئيس القسم بأنه على الأقل مستقر، وضعه مستقر، لم أكن أعرف أنه أصيب بكورونا الملعونة، لم أكن أعرف. فعندما طمأنني بأن وضعه مستقر في مستشفى الجامعات الأردنية أيضا قلقت، وحصلت الصدمة. ولو قلت أتواصل معه يوميا بالواتساب، يوميا أحيانا بفيديوهات تضحك روما عنك، وأحيانا غير ذلك، طريفة أو ظريفة أو هكذا، ودائما تعليقات مختصرة. في الفجر كل يوم، كل يوم أبدا. وكان قد أخبرني بأنه أخذ المطعوم على الأقل يمكن الجرعة الأولى، لا أعرف إذا كان الجرعة الثانية، فكانت الصدمة مضاعفة. هذا يفعل الواحد، كنا في عز الجائحة، كانت تجربة جديدة لنا، وأيام الحظر وغير الحظر وغير ذلك، كسر قلبي وما زال مكسورا. فقدت من فقدت من الطلبة السابقين في الفترة نفسها، علمت في وقت لاحق أه
أننا فقدنا أيضا محمود مرعي، لم يكن كورونا، كانت غلطة أطباء، عرفت ذلك بعد شهور عندما خرج من السجن المناضل دكتور عماد برغوثي، كان طالبا سابقا جامعة الأردنية، درست مواد كثيرة، بكالوريوس وماجستير، لكن لم أشرف علي، ودكتوراه من فرنسا، وهو مناضل دائما في السجون أبو ديس، وخرج من السجن لتوه، في بيننا محبة كبيرة، فأخبرني أنه خرج من السجن وفي سياق الحديث ذكر محمود مرعي. وفقدت فؤاد نماس بجلطة، وهو ما زال شابا في جامعة طفيل للتقنية، وطلب آخرون أيضا أصيبوا، لكن رب العالمين شفاهم. وفقدت من فقدت في المجمع، وهكذا فانكسر قلبي وما زال مكسورا. رحمة الله عليك يا جميل، أينما كنت رحمة الله عليك، تبقى حيا في نفوسنا. هذا عالم، عالم أثيري لا نعرف عنه شيئا، لكنك عند الرفيق الأعلى في ذمة الله، وذكراك تبقى معنا. إن لله وإنا إليه راجعون. وطول البقاء لكم، أتمنى لكم العمر الطويلة العريضة العميق العريض الحافل بالإنجازات، وهي للشيخ ابن سينا، العميق من العبد الفقير الله تعالى مني. والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأحباء الأعزاء، دكتور عمار، دكتور حنا معنا، مساء الخير. تفضل. يعطيكم العافية. طبعا هذه كانت كلمات البروفيسور همام غصيب في ذكرى المرحوم الأستاذ الدكتور جميل خليفة. الآن ننتقل إلى البروفيسورة بثينة حمد، المقيمة حاليا في الولايات المتحدة. دكتورة بثينة موجودة؟ نعم، السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام. طبعا شكرا لكم يعني انكم دعيتوني لهذا اللقاء. يعني صراحه الاخت ندى كلمتني، وانا يعني صراحه سعيده اني اكون معكم. طبعا انا يعني فكرت في البدايه انه اكتب كلمه، بس اعتقد انه اصدق الكلمات هي التي تخرج من القلب ارتجالا. يعني انا بصراحه يعني فخوره جدا اني اكون اول طالبه دكتوراه للدكتور المرحوم استاذ الدكتور جميل خليفه. وصراحة كانت رحلتي معه رحلة رائعة يعني، وكل نجاحاتي يعني بعد فضل الله سبحانه وتعالى ترجع لأفضاله. أستاذ كبير وإنسان رائع يعني بمعنى الكلمة. طبعا أنا جئت إلى الجامعة الأردنية من الكويت بعد حرب الخليج في 92، يعني جلسنا في الكويت بعد التحرير حوالي سنتين، وجئت إلى الجامعة الأردنية بعد أن خسرت الماجستير في الجامعة في الكويت. فجيت على الجامعة الأردنية، صراحة كان شعور من الإحباط والحسرة على ما حصل يعني، والأشياء اللي رأيناها في ذلك الوقت. جيت والتحقت في الجامعة صراحة في سنة 92 لأعيد الماجستير مرة أخرى، وكانت من الوجوه البشوشة اللي يعني صراحة كانت في البداية أعطتني الأمل والتفاؤل، هي بصراحة وجه الدكتور جميل رحمه الله. رؤية وجه الدكتور جميل فيه شيء خاص يعني صراحة لا يعني لا تجده في كثير من البشر، يعني يعطيك الأمان والشعور بالراحة، ويعني يمكن أن تتكلم معه بدون أي حساسية يعني.
أعطاني شيء من التفاؤل، وصراحة كان لي شرف أنه يدرسني في الماجستير مادتين من أروع المواد التي درستها معه، الفيزياء الإحصائية وفيزياء الرياضية، وصراحة أبدعت معه لأنه فعلاً إنسان مبدع وعلم عميق وأخلاق وغيره. رسالتي في الماجستير، أنا كنت مغرمة جداً في الإكسبرمنتال، فصراحة أنا ذهبت للاتجاه التجريبي، ولكن لم تنقطع صلتي مع الدكتور، دائماً أذهب إليه وأستشيره وأتحدث معه ويعطيني نصائح دائماً، يعني كانت علاقة جيدة جداً. كنت مع الدكتور عبد الجبار أبو العجة اللي هو الموجود حالياً في الولايات المتحدة أيضاً. بعد ما خلصت الماجستير، طبعاً خلصت الماجستير في 95، وكنت أتردد على الجامعة ودائماً أخذ من النصيحة وكيف أكمل دراستي العليا، ويعطيني بعض النصائح. لم يكن بالإمكان طبعاً الخروج من الأردن، يعني لاعتبارات اجتماعية ويعني وقيود عائلية وغيره، ولكن كان دائماً يدعمني ويشجعني على إكمال دراستي يعني والوصول إلى درجة الدكتوراه. في أول عام من فتح برنامج الدكتوراه بالـ 96، كنت مترددة قليلاً لأنه الموضوع كان جديداً وعدد الأساتذة قليل وغيره. كنت أطمح أني أخرج أدرس في الخارج، لكن طبعاً كانت في ضغوط عائلية شوي ولم أتمكن. في السنة التي تليها طبعاً دخلت في 97، دخلت كنت ثاني دفعة من الدكتوراه. درسني كذلك الفيزياء الرياضية المتقدمة، وبدأت في مرحلة الدكتوراه ودائماً أخذ المشورة منه. لما أنجزت الامتحان الشامل، بدأت أفكر في البحث، وكان يجلس معنا دائماً أنا وزميلاتي وزملائي ويتحدث إلينا، فسأل الجميع وكلهم مترددون. فلما سألني أنا قلت دكتور طبعاً معك، أكيد راح أكمل دراستي معك. فكنت أنا لحسن حظي أول طالب الدكتوراه للدكتور جميل في موضوع المغناطيسية للسطوح، سطوح ترانزيشن ميتلز، الفلزات الانتقالية. كانت رحلة رائعة بصراحة، أأتي إلى الجامعة فرحة جدا وأنشر الفرح من سعادتي بشغلي مع الدكتور جميل وعلمه الوفير صراحة وروحه الجميلة اللي كانت تعم كل المكان. رغم أني كنت أعمل وأعمل في جامعة أخرى وأسكن في مدينة أخرى، يعني أتنقل بين 3 مدن، بس كانت سعادتي كبيرة أني أشتغل مع الدكتور جميل، وصراحة أعطاني من وقته الكثير، يعني كان لا يبخل علي أبدا كوني أول طالبة دكتوراه والإمكانيات قليلة، وتعرف لم يكن هناك إنترنت يعني و جورنالز اونلاين جورنالز، يعني كنا كل شيء ناخذه من المكتبه اذا تواجدت، اذا لم تتواجد فهو عمل لي قنوات معه بمعرفته بالاساتذه في فرنسا. وصراحه هذا كانت حلقه الوصل لي مع الخارج من خلال استاذي يعني، وكان دائما يفتح لي القنوات من خلال معرفته في الاساتذه الذي تلمد على يدهم، وصراحة عملنا شغل رائع. كان دائماً كالأب الحنون، يعني كنت كثير يعني متشجعة للحصول على نتائج رائعة. فبسرد من أشياء التي مرت معي، يعني كنت مثلاً أعمل البحث، أكثر من بحث في نفس الوقت رغم صغر الإمكانيات وقلتها. مثلاً يأتيني أكثر من رد على ورقة علمية أرسلتها إلى الخارج، وكان كل ورقي على فكرة، لم يكن هناك أونلاين كما هو الحال حالياً، كل ورقي كنا نكتب الورقة العلمية ونطبعها ثم نأخذها هارد كوبي، بعدين نحطها في مغلف ونبعثها إرسال يعني عن طريق البريد. فكانت تأتي الردود، والصراحة كانت يعني سعادة عارمة لما أحصل على نشر في مجلة علمية، يعني هذا الشيء بالنسبة لي يعني رائع. أتذكر أنه مرة من المرات أتاني أتى في نفس اللحظة ردود على بحثين،
وبما أنه إنسان يعني إنسان يعني يفكر ومعلم فاضل، أخفى واحدة من الورقات العلمية أو ردود على الورقات العلمية، وأنا انشغلت في الورقة الأولى لم أكن أعلم بالأخرى. يعني بعد ما خلصت وأنهيت كل شيء وبعثنا الردود، بحكي لي عندي مفاجأة لك يا بوسينة، أتت هذه الردود في نفس الوقت. قلت له دكتور ولماذا أخفيت عني؟ فحدثني، حكى لي يا بوسينة لو تكلمت معك عن هذه الورقة ستتشتت أفكارك ولن تكملي الورقة بشكل جيد. يعني صراحة كان إنسان يعني رائع بمعنى الكلمة. طبعا أنهيت معه الدكتوراه. الواقع يعني كانت رحلة رائعة، في غضون سنتين تم نشر 5 أبحاث. يعني فلما كان في المناقشة كان الأستاذ الفاضل همام غصيب، دكتور همام غصيب كان في لجنتي، وتحدث أنه دكتور جميل هو أول طالب له، وأنا كنت أول طالبة للدكتور جميل، وأثنى على العمل الذي قمنا به. وصراحة يوميتها أنا لا أنسى هذه الكلمات، تحدث وقال يعني ماذا أقول لكما، يعني هناك 5 أوراق علمية على الطاولة، فهي الرسالة محكمة مسبقاً. يعني فيعني كانت أيام رائعة. طبعاً لم ينتهي المشوار عند هذا الحد. بعد ذلك طبعاً رحلة العمل، أنهيت رسالة الدكتوراه ومنزلت الأبحاث بيني وبين الدكتور جميل يعني على أكمل وجه، يعني لم ننهي العلاقة في الأبحاث. طبعاً أنا كنت أشتغل في الجامعة فيلادلفيا في ذلك الوقت، كنت مشرفة مختبر. طبعاً الجامعات الخاصة الإمكانيات قليلة، فأنا أخبرتهم إني أنا حصلت على الدكتوراه وأريد أن أتحول إلى يعني فاكولتي، يعني أستاذ في الجامعة. ذاك الوقت ما كانش في إمكانية. فطبعاً تحدثت مع الدكتور جميل فقال لي ولا يهمك. فيأتي هنا ويعني يقوم بدور رائع صراحة، لا أنسى له هذه البادرة. يعني فقال لي يا بوسينة، في عنا صديقنا الله يرحمه يا رب، اللي هو الدكتور محمود مرعي. يعني الصراحة الأرواح جنود المجندة. أنا يعني تكلم الدكتور همام عن الدكتور محمود مرعي، أنا صراحة حادثة وفاة الدكتور مرعي يعني صعقتني جدا، صعقتني، لم أكن أعلم، ما شفت إلا النعي يعني يظهر أمامي في فيسبوك. فتحدثت مع السيدة الفاضلة ست وصال التي كانت هناك في التطبيقية، فقالت لي أنه توفى. في ذلك الوقت علمت أنه الدكتور جميل رحمه الله دخل المستشفى، يعني وانصعقت من أنه يعني هو في المستشفى. يعني أرى على الفيسبوك الطلاب يتكلمون يا جماعة شو مال الدكتور جميل، ولا أحد يعني يعطيني أي جواب. بالأخير حكيت مع واحدة من زميليات أعتقد ندى، فكلمتني وحكت لي انه يعني في المستشفى وهو في حاله يعني صعبه. فانا يعني استغربت سبحان الله وتعالى، يعني انه هذول الاثنين الدكتور محمود والدكتور جميل كانوا من اعز الاصدقاء، فكيف الدكتور مرعي توفى رحمه الله ولا يعلم انه صديقه في المستشفى، والدكتور جميل الله يرحمه ويعفي عنه كان في المستشفى ولم يعلم بوفاه صديقه. يا الله، هذه اللحظه يعني صراحه كانت جدا قاسي. يعني قلت سبحانك يا رب، يعني كيف هدول الاثنين ربنا مش راضي انه يألم واحد منهم على الاخر، سبحانك يا رب. يعني انا طبعا الانسان بضل الانسان القريب عليه واللي عنده مكانه له لا يتخيل انه ممكن يموت، مش عارف سبحان الله. يعني رغم انه احنا نؤمن وانه الموت قضاء وقدر، لكن كنت استبعد وادعي له واحكي يا رب ان شاء الله يخرج منها، واحكي مع الناس يحكوا لي انه يعني ان شاء الله انه رح يخرج. طبعا السائقه كانت عندما علمت انه توفى سبحان الله، يعني انا يعني كالسائقه نزلت علي. لكن لا نقول الا انا لله وانا اليه راجعون، وربنا سبحانه وتعالى يرحمه ويجعل مأوى الجنه بجاه رب العالمين، ويحشر مع الصديقين والشهداء يا رب، ويجمعنا في جنان القلب. طبعا دكتور جميل رحمه الله رحل، لكن لآخر اللحظة كان ما زال بيني وبينه وبين زميلاتي دكتورة إحسان اللي هي أيضا من طالباته، ما زالت أبحاث. يعني حتى بعد وفاة، يعني قريب من وفاته كان في هناك بحث منشور ونحن معه في هذا البحث. طبعا دكتور جميل رحل، لكن ذكراه ستبقى،
والأثر الكبير الذي تركه بين أصدقائه وتلاميذه وزملائه صراحة لن ينسى. كان إنسان رائع، ودائما جو الأسرة، يعمل جو الأسرة في الجامعة. ذكر الدكتور الأستاذ الدكتور همام أنه يأتي في العطل. دكتور جميل كان دائما في السبت، يوم السبت كان هناك اجتماعات لنا مع الدكتور جميل، وطبعا طلابه جميعا هيهم موجودين، الدكتور رائد والدكتور عادل، وكلهم يعني يشهدوا بذلك. دائما الدكتور جميل مكتبه مفتوح لطلابه ولأصدقائه ولزملائه، ودائما القنوات مفتوحة وما في حرج انه نتكلم معه بكل أريحية. فهو الصديق والأب الروحي لنا كان يعني، والجميع يشهد، والدكتورة شادية والدكتورة إحسان والدكتورة ندى على علم بذلك، والدكتور رائد وكلهم يعني، ودائما طلابه في مكتبه وعامر مكتبه، ودائما يشع علم ونور. الله يرحمك يا دكتور جميل، يعز علي انك مش معنا، بصراحة القلب يدنا لحد الآن يعني، ما مش قادرين يعني نستوعب إنه مش معنا، لكن أنا يعني أشعر إنه إن شاء الله روحه معنا، وهو إن شاء الله كل شيء يعني قدمه إن شاء الله في ميزان حسناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا بروفيسور بثينة حمد من الولايات المتحدة على هذه الشهادة. ننتقل الآن إلى الدكتورة ندى طلال عبد الرحيم من الجامعة الأردنية، فتفضلي دكتورة ندى. موجودة معنا؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. طبعاً إحنا بنتكلم اليوم في الذكرى الأولى لوفاة معلمنا وأستاذنا الدكتور جميل خليفة. طبعاً أنا بتذكر الليلة اللي توفى فيها، وكانت الساعة 11:30 وصلني الخبر، وكنت على أمل إنه تاني اليوم ألتقيه، سواء أذهب إليه للبيت أو إنه بعد يومين يجي للجامعة، لأنه كان الوضع إنه حالته مستقرة كما وردني من أبنائه رامي ومحمود، لأني كنت أتواصل دائما معهم. تعرفوا أنه كان ممنوع الزيارة لمرضى الكورونا في مستشفى الجامعة الأردنية، وهناك في تجديدات كثيرة على هذا المرض لأنه كانت في بدايات الجائحة. طبعا في آخر يوم أنا تواصلت فيه مع الدكتور جميل، سأبدأ في هذه اللحظة وبعد ذلك أرجع بالذاكرة لتاريخي مع الدكتور جميل خليفة. في آخر مرة رأيت فيها، طبعا أنا كنت محضرة وكاتبة كلمات، علما أن الدكتور عمار لما حكى معي كنت لسه أخط كلماتي عشان بدي أنعاه أو يعني أكتب رثاء في أول ذكرى له، ولكن فعلا تكبلت، ما هي لم تخني كلماتي، ولكن أنا بقول أنها تكبلت كلماتي، ما قدرت أكمل. ولكن أني أنا آخر مرة رأيته، رح أروي لكم آخر مرة رأيته كيف كان تعبان. كان آخر مرة رأيته كان 16/2/2021. في هذاك اليوم إنه جميعنا كنا موجودين من دون استثناء، جميع المجموعة، جميع الناس اللي عم بيشتغلوا معاه في المختبر الفيزياء النظري، علما إنه إحنا كنا مجددينه قبل وصول أجهزة جديدة قبل الجائحة بشهر، بشهر اثنين، وقمنا يعني احتفال كبير لتجديد مختبر الفيزياء النظرية وتجديد الأجهزة، لأنه كما تكلم الدكتور همام أيام زمان ما كان في أجهزة، إحنا حصلنا على منحة وعلى مشروع، فبالتالي جددنا، وكان جدا فرح بهذا الإشي، وكنا على يعني على وشك إن ننتقل لعهد جديد من العمليات الحسابية، من الأبحاث اللي مستوى الأبحاث اللي بدنا نقدمها، لأنه إجانا إكويبمنت جديد وتولز جديدة للمختبر. لكن إحنا ب 16/2 كنا عم نشتغل، وكان في آخر بحث بين إيدينا، وكنا بنجري التعديلات، وفجأة بعد الساعة 12 إنه بلش صحته تنعكس، وهو بتعرفوا إنه هو جميل، وهو جميل باسمه وجميل بروحه وجميل بكل شيء، وبتعرفوا إنه هو من ذوي البشرة البيضاء، فأصبح وجهه أحمر جداً. فعدنا يعني نقنع فيه جميعنا إنه دكتور يعني خلص شكلك تعبت، روح. يحكي لا أنا ما بدي أروح. فبالتالي إنه بعد ساعتين لأقنعنا يروح. طبعاً هو قاعد شو يحكي لنا، سنة 21 إن شاء الله إنها تنتهي، رح تحصد أرواح كثيرة، علماً إنه كانت والدته متوفية
بشهر 11، وكان جدا حزين عليها، كان كأنها توفت بنفس المرض في الكورونا ف 2020. فدائما كان قاعد يحكي لنا انه هالسنة الله على مين بدها تحصد أرواح، فما كنا نحكي يعني، ما كنا نعلق، لأنه في النهاية الأرواح بيد الله سبحانه وتعالى. فتركنا الموضوع لرب العالمين. روح وأنا رافقته للسيارة، قلت له أنت قادر تسوق؟ قال لي قادر أسوق. قلت له إذا مش قادر خلي حدا يوصلك أو أنا بسوق عنك. قال من يعني بيته يعني مش كتير بعيد عن الجامعة، فقال لا أنا بدي أسوق، أصر إنه هو يسوق لحاله. ثم تواصل معه على الواتساب يحكي لنا إنه العائلة تعبانة شوي وإنه هو منيح إنه كذا، لأنه بعدين سمعت خبر إنه هو بده يفوت المستشفى وكان تعبان كتير، وكانت الإجراءات كتير تعيسة أو شديدة، أو الإجراءات كانت معقدة لدخول المستشفى، الأعداد كانت هائلة وكانت على تفوق السعة الاستيعابية للمستشفى، وكان أزمة شديدة خاصة بمرضى الكورونا، فتغلب كتير وعانى كتير هو ينتظر في الطوارئ. أنا عم بتكلم عن لحظات وفاته أو أيام وفاته. الآن دخل المستشفى والحمد لله قالوا أنه تحسن. لما كنت أتواصل مع رامي ابن رامي الدكتور رامي البش مهندس محمود، فبالتالي انه كنت اطمئن، وكان يبعث لي انه اعملي هيك واعملي هيك مع محمود ورامي، فانا اطمئن عليه. خبر وفاته اجى صعق، بالنسبة صاعقة نزلت على رؤوسنا يعني، لما اتصل فيه الدكتور معروف ومخبره الدكتور في الكيمياء صديقه ايضا انه توفى، فقال لي تأكد. تأكدت من رامي فقال لي صح. فانا في هداك اليوم يعني في هديك اللحظة اني انا صعقت جدا، ما تخيلت الوضع، حسيت الدنيا ما فيها سكرت يعني، ما تخيلت انها توصل للوفاة، قلنا بتعب شوي برجع كذا. طبعا استاذ يعني انا متأثرة جدا، ما زلت متأثرة جدا، لاني انا كل يوم صبح بسمع يعني، ما زلت بنتظر إنه يجي يفتح الباب علينا في المختبر، أو يجي عندي على المكتب يدق الباب، أو أكون فاتحته يجي يحكي لي شو قاعدة بتساوي، ليش ما عم تشتغلي، ليش ما عم، شو وين وصلتي وين كذا. فهو دائما بحب إنه يشجعنا ويخلينا نشتغل. يعني تاريخي معه طويل، لكن مش بطول الدكتور همام والدكتور أبو سينا. فأنا تعرفت على الدكتور جميل سنة 97 لما كنت سنة أولى، وأعطاني 6 مواد وأنا في السنة الأولى، اللي هن يعني لو أذكرهم إن هن الكور كورسز اللي موجودين داخل الخطة الفيزياء، بداية من الميكانيكا الكلاسيكية والكوانتم ميكانيكس والسولد ستيت، الفيزياء الحالة الصلبة، والويب أند فايبريشن، والفيزياء الرياضية 1 و2. أخذت من عنده 6 مساقات يعني، وأخذت معه مشروع تخرج البكالوريوس. فلما أنا كملت الماستر الماجستير يعني ما كان عندي يعني أي خيار، إلا أني أنا فقط عند الدكتور جميل، لن أستطيع الاختيار لأني أنا خلص يعني الدكتور جميل فقط. وكملت أيضا كان مشرفي في درجة الدكتوراه في وتخرجت بال 2018، وكنت أنا يعني أعتبر من آخر الطلاب الكمبيوتيشنال فيزيكس، الفيزياء الحسابية، فيزياء الحالة الصلبة الحسابية اللي أشرف عليها. وبعدين قمنا بتجديد المختبر وكنا سعيدين جدا، وكان سعيد جدا بالإنجازات اللي إحنا حققناها من اقتناء أحدث أنواع الكمبيوترز والورك ستيشنز اللي موجودة في يعني تقريبا في الميدل إيست. وإحنا مجموعتنا وإحنا والدكتورة بوسينة والدكتور أحمد موسى ومجموعة الفيزياء الحسابية الكمبيوتيشنال فيزيكس يعني مننافس من جميع المجموعات، طبعا برئاسة الدكتور جميل كنا ننافس جميع المجموعات الموجودة في أوروبا أو في أمريكا أو كذا، لأنه إنتاجنا العلمي كان يعني حسب التصنيفات العالمية أنه منشور في أحسن مجلات مصنفة عالميا. فبالتالي كان الدكتور جميل هو عبارة عن علم، وكان عبارة عن الأب يعني، هو عبارة عن الأب الروحي، هو كان معلم، هو أب، هو عالم، هو كل شيء. فما بنقدر إحنا يعني، أنا لما بدي أرثي، هل أرثي معلم ولا عالم ولا أب؟ لأنه هو كان يعطينا كل الصفات، يعطينا كل يعني المشاعر، سواء كان أستاذك بالعلم يدلك، أو حتى في الناحية الاجتماعية يعطيك جميع
النصائح الاجتماعية ممكن أنت تواجهها حتى مع ابنك. يعني أنا حتى مع بنتي الصغيرة كانت هي عبارة عن صديقة له، قبل ما إنا نتوجه للجامعة في بعض الأيام أخذها معي، تروح على المحل اللي إحنا بنحط فيه الشوكولاتة وتحط له كيس، هدول إلي وهدول للدكتور شميل. كانت هي بتحكيش جي، بتحكي شميل، هدول للدكتور شميل، فبالتالي كانت تستنى تروح عنده إنها عشان تشوفه. ولما توفى تيجي عند الباب مكتبه وتضلها يعني تطرق عليه إنه وينه، وين راح الدكتور؟ أحكي لها ماما راح عند ربنوي. فيعني حياتنا مع الدكتور جميل ما كانت حياة ساعة ولا دقيقة ولا ساعتين، هي حياة سنين. هو يعني إحنا لما فعلا الشعور اللي أنا شعرته، إحنا بنحكيها بالفلاحي، الشعور اللي أنا شعرته وقت ما جاني الخبر مثل فراق الوالدين. ما بعرف إذا أنتوا عانيتوا، بس أنا فعلا لما أحكي لكم مثل فراق الوالدين كان شعور مثل فراق الوالدين، فراقه. يعني أنا ما شعرت بنفسي يعني بهذاك اليوم، اليوم الذي يليه والذي يليه والذي يليه. كانت الحياة جدا صعبة وما زالت الحياة صعبة. عدت فترة طويلة لا أطيق أني أدخل قسم الفيزياء ولا أمر في الممر اللي كان في مكتبه، لكن الآن تغلبت على ذلك لأنه كان تارك لي أمانة. الأمانة هن طالبات الدكتوراه اللي موجودين فيه. في آخر يوم لما وصلته للسيارة يحكي لي ندى فلانة وفلانة هذول أمانة عندي. أنا لو كنت أعرف إنه هو عم بيودعني كان قلت له استنى شوي، خلينا ساعة. خلينا نحكي معك ساعة زيادة، خلينا نعرف يعني شو ببالك، شو بنفسك نعمل لك إياه. بس يعني ما بنقدر، يعني إذا جاء يعني في النهاية ساعة الواحد ما بنقدر نقدم ولا نأخر، وقته خلص حيجي. يعني مثل الدكتور جميل هو اسم على مسمى، كنت أنا حاطة في بعض، يعني أنا بحب اللغة العربية، ففي شاعر ابن دريد رثى الطبري، بتعرفوا العالم الجليل الطبري، وأنا دائما بحب هاي القصيدة وكنت دائما أقرأها، وما كنت أفكر إني بيوم من الأيام إني أنا بدي أحكيها عن الدكتور جميل. يمكن أنا أخذت أكثر من 5 دقائق. تخيل في بيت شعر بيحكي لك لابن دريد، بيحكي لك: لو تعلم الأرض، لو تعلم الأرض من وارت لقد خشعت أقطارها لك إجلالا وترهيبا، إن يندبوك فقد تلت عروشهم وأصبح العلم مرثيا ومندوبا. فعلا أنا بالنسبة إلي لما توفى الدكتور جميل أصبح العلم مرثيا ومندوبا بالنسبة إلي. لكن ما إحنا يعني بنضل إحنا طلابه، وهو زرع، واللي هو زرعه اللي هو طلابه، مش أنا بس، أنا موجودة، أنا يمكن آخر طالبة في المجموعة اتخرجت. أنا عندنا الدكتور أبو ثينة، الدكتور عمار، الدكتور جهاد سعد في فلسطين، الدكتور أحمد موسى، الدكتور رائد موجود، الدكتور عماد جردات، موزعين على أقطار الدنيا موجودين. يمكن أنا آخرهم، ويمكن أنا أكتر وحدة لم يسعفني الحظ إني أنا أقعد معاه فترة أطول، أنت عرفتوا أكتر مني. لكن أنا كنت أعتبره أكثر من، أنا كنت أعتبره والد. هو كان يحكي لي في قبل ما يتوفى، قبل ما أتخرج، يحكي لي: أنا بحسك زي اللي الطفل اللي أنا خلفته على كبر. والحمد لله إنه كنت يعني توفى وهو مبسوط مني، توفى وهو مش زعلان مني، توفى وهو مبسوط بإنجازاتي. ولعل وعسى إنه نقدر إحنا نكمل الإنجازات اللي هو دربنا عليها وعلمنا عليها، وإنه إحنا نكمل معه. اعذروني أطلت معكم، لكن أنا عندما أتكلم عن الدكتور جميل يعني لا أستطيع أن أسكت، لا أستطيع أن أتوقف. أنا لأني أعيش في داخل الجامعة الأردنية، وأعيش بين بلاطها وبين جدرانها وبين الأماكن اللي كان يتنفس فيها، وأنا ما زلت أجلس في المختبر وعلى نفس الكمبيوتر اللي كنا نقعد فيه، فكل يوم إلي ذكرى جديدة، كل يوم أتمنى إنه أنا ألتفت ألاقيه في داخل المختبر، أو إنه حتى لو كان يعاقبني، كان لما يعاقبني ما يحكي معي، ما يحكي لي أي كلمة، شوف قديش جماله، كان ما يحكي معي. عقابه كان إنه اليوم إذا شاف مني أي تصرف إنه خلص، إنه ما في حكي اليوم. لما أنا أراجع نفسي في موقف معين مثل الأب وأرجع أعتذر، وطبعاً أنا ما كنت أخطئ، يعني الحمد لله رب العالمين، صح كنت مشاغبة بس ما أخطئش،
بس الحمد لله رب العالمين، الله يرحمه والله يعفي عن روحه، وكل طلاب الفيزياء دائما بدعوا له بالاجر، لانه فعلا لما علم 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 واثبت انه انه التربيه قبل التعليم، وهو دخل لجوات انفسنا قبل ما يدخل العلم لانفسنا. يعطيكم العافيه واطلت عليكم، وانا اسفه اخذت اكثر من 5 دقائق. شكرا. نشكر الدكتورة ندى طلال عبد الرحيم من الجامعة الأردنية على هذه الكلمات وهذه الشهادة بحق الراحل دكتور سليم خليفة. ننتقل الآن إلى دكتورنا التالي، الدكتور عادل شاهين من قسم الفيزياء في الجامعة الهاشمية. فتفضل دكتور عادل. مساء الخير للجميع. يعني نترحم بداية على أستاذنا أستاذ دكتور جميل خليفة وعلى جميع من ترك فينا أثرا أخلاقيا قبل الأثر العلمي. حقيقة وكما يعلم المعظم فأنا خريج الجامعة الأردنية للدكتوراه، ولم أكن من طلاب الدكتور جميل خليفة في رسالة الدكتوراه، ولسوء حظي أني حتى ما خدتش ولا كورس معه. لكن هذا الشخص تعرفت عليه كعضو هيئة التدريس في قسم الفيزياء، وهو يمكن كان استلم رئاسة القسم، فأنا كان عندي شوية مشاكل بخصوص الإشراف وما الإشراف وعلى الرسالة، رسالة الدكتوراه، وأنا experimentalist كما يعلم الجميع، لست theoretician. فتوجهت إله وكان الغضب يعني ممتلئ بوجهي يعني غضبا، فاستقبلني بقول لي مقير مالك؟ فمن باب الغضب قلت له والله أنا بدي أطلع على ظهر قسم الفيزياء وأزدت حالي وأعملكم مصيبة يعني. فضحك وقال لي طيب لما بتحدد الموعد اللي بدك تنتحر فيه خبرني عشان أنتحر معك. فيعني رحمه الله، فهيك امتص غضبي قال لي وعد شو مالك؟ فحكيت له المشكلة، قال لي بسيط إن شاء الله محلولة. ما فعلا ما فيش يومين انحلت المشكلة ومشيت الأمور. هذا الإنسان أنا تعرفت عليه كمان عبر طلابه، وبالمناسبة معنا الأستاذ دكتور أحمد موسى، أنا شفت اسمه وهو أيضا من طلابه، وهو طبعا صديقنا عميد كلية العلوم في جامعة الشرق الأوسط، و كانوا طلابه دائما في مختبر الحاسوب تبعه، وهو كان دائما متواجد، ما كان يزعل لما احنا نروح نزور بعض، نزور زملائنا. يعني بعض الأساتذة بزعل اذا حدا دخل مختبره مش من طلابه، فهو لا والله كان دائما مرحب فينا ويجلس ويتحدث معنا و بمختلف المواضيع، سواء مواضيع السياسة، مواضيع الدين إلى آخره. كان يحب اللمة والألفة والعائلة لدرجة أنه دائما أنه بس حدا ينجز إشي يناقش يتخرج يلا بدنا لمة وبدنا هيك حفلة صغيرة في المختبر نقعد نحكي بها ويكون في ألفة، هذا الجو العائلي اللي كان موجود. لذلك يعني لا أستغرب يعني دمعات الدكتورة ندى اللي نزلت عليه، لأنه فعلا دموعنا نزلت عليه على رحيل هذا الإنسان قبل أن يكون هذا الدكتور. وأيضا يعني لا أستغرب تأثر الدكتورة بثينة وهم من طلابه في رثائه. أيضا بعد ما خلصنا الدكتوراه طبعا استمرت علاقتنا في الجامعة الأردنية، دائما نروح، ودائما أول مكتب نروح عليه هو مكتب الدكتور جميل، اللي عمره ما كان إلا عمره ما استقبلنا إلا أفضل استقبال عنده، وما كان متضايق، بالعكس يحكي معنا بأشياء كثيرة زي ما حكيت ندى. أحيانا بعض الأمور تتداخل وتحكي عن مشاكلك الشخصية أنت، فهو يتدخل ويعطيك نصيحة يعطيك شيء. فحقيقة يعني هذا الإنسان الله يرحمه هو جميل وعلى اسمه، يعني لكل امرئ من اسمه نصيب، وهو له النصيب الأكبر من اسمه، فهو كان جميل
غير انه اسمه جميل، جميل بروحه، جميل بوجوده، جميل بخفة دمه، جميل بابتسامته، جميل بترحيبه في الناس، جميل بانتمائه وتواصله مع طلابه حتى بعد ما تخرجوا، ضل على تواصل معهم، ضل في بينهم شغل. فهو يعني فعلا زي الأب اللي حتى لو أولاده طاروا من بيته، كل واحد صار عنده بيت لحاله، إلا أنه بيضل هو اللي جامعهم. يعني لن أطيل، لكن حقيقة هذا الإنسان تعجز كلمات المتواضع عن وصفه، ورحمه الله. والبقاء للعلم ولعلمه، البقاء لله أولا طبعا، البقاء لعلمه ولطلابه، دكتورة بثينة، دكتورة ندى، دكتور أحمد موسى، الدكتور يعني اعذروني إذا الأسماء سقطت من ذاكرتي، دكتور الحجاوي كمان. والدليل على كلامنا أنه يعني لاحظوا أنه قديش متأثرين، حتى طلبته متأثرين في برحيله بعد عام من رحيله. الله يرحمه ويعني يغفر له ويجعل مأواه الجنة يا رب. بعرفش كمان دكتور عمار، دكتور حنا، يعني الدكتور أحمد موسى معنا وهو من تلامذته. نعم. إذا في مجال يتحدث بيكون شاكر لكم. هو التالي في الحديث. يلا. شكرا لكم. يعطيك العافية دكتور عادل شاهين من الجامعة الهاشمية. وننتقل الآن إلى الأستاذ الدكتور أحمد موسى وهو عميد كلية العلوم في جامعة الشرق الأوسط. فتفضل دكتور أحمد. دكتور أحمد سامعنا؟ دكتور أحمد كان اسمه موجود على ال... يمكن تكنيكال ايرور، لو انت نرجع له بعدين مش مشكلة. ناخذ المتحدث التالي الآن. وصلنا نعم معنا الأستاذة بسمة دياب من الجمعية الفلكية الأردنية، أمينة سر الجمعية الفلكية الأردنية، وهي طبعا إحدى طالبات الدكتور خليفة. دكتور حنا معلش بس أقطع شوي، دكتور موسى فاصل عنده النت، هلا برجع بدخل. طيب إذا بعد بسمة إن شاء الله. أوكي. شكرا، تفضلي أستاذة بسمة. شكرا جزيلا حنا وعمار والجميع، يعني وفي حضرة عمالقة أساتذتنا كلنا تلاميذ. أولا يعني بدي نقول يعني رحم الله أستاذنا وبارك في علمه، فكلنا راحلون وما يبقى هو الأثر. ورغم أن يعني المناسبة حزينة وفي لمحات حزن يعني نشعر بها كلما قلبنا هذه الأوراق، ولكن هناك شيء يثلج الصدر، هذا الشعور الغامر بالانتماء، هذا الشعور الغامر بالوفاء، هذه اللمحات الجميلة التي تعيد إحياء من رحل، هذا فيه أكبر عزاء. نحن يعني نتقدم باسم الأسرة الفيزيائية وأسرة العلم في الجامعة الأردنية وفي كل المحافل التي شارك فيها أستاذنا وكان له بصمة، نتقدم بالتعازي من أسرته الصغيرة والكبيرة. بدأنا هذه الأمسية بكلمات رائعة من رفيق دربه الدكتور همام أستاذنا جميعا، ورغم أن الدكتور طبعا همام ذكر صفحات بصفته أستاذا كبيرا، ربما في فترة ما كان يعني أستاذ، وكان الدكتور جميل يعني على عظم موقفه كان دارسا ربما أو متتلمذا على يديه في فترة معينة، لكنه طبعا في معظم الوقت كان رفيقي درب. لكن نحن الآن يعني، وأنا أشكر هذه المناسبة وهذا التوافق الذي جعلني أتعرف إلى بعض تلميذات دكتور جميل وبثينة وندى وباقي الموجودين، أتكلم من زاوية نظر نحن التلاميذ الذي عايشنا هذا الأستاذ. عندما تخرجنا من مدارس حكومية ودخلنا إلى الجامعة الأردنية في كلية العلوم وشهدت هذه ردهات هذه الكلية وردهات هذا القسم
قسم الفيزياء حضور وكاريزما شخص مثل جميل خليفة هو وكوكبة أخرى من أساتذتنا الرائعين، بعضهم لا يزال مكملاً أطال الله في أعمارهم وفي صحتهم، وبعضهم يعني انتقلوا إلى الرفيق الأعلى. لا نزال نذكر تماماً حضور هذا الشخص الرائع الذي مزج مسألتين معاً، من جهة الصرامة والجدية بقامته المهيبة وطوله الفارع، ومن ناحية أخرى بساطته وطيب معشره وقربه من الطلبة. مسألة ربما لا نستطيع أن نلمحها من أول لقاء وأول تعامل، خاصة لدى الطلبة السنة الأولى الذين يخشون كل شيء في الجامعة ويشعرون أنهم في بحر لجي. مع الدكتور جميل خليفة تتلمذنا وتدرجنا في تعاملنا وتعرفنا إلى هذه الشخصية وغيره من الشخصيات الفذة. ما أود أن أطرحه بعض من لمحات عايشناها وحضرناها سواء في السنة الأولى وفي السنة الثانية من الجميل الموافقات، وفعلا كان مضرب مثل أنه جميل للتعامل، جميل الخلق، جميل العلم. من ضمن الأشياء التي مزج فيها بين مسألتين، الصرامة من جهة ويعني الجدية، ومن جهة ثانية حس الفكاهة والدعابة، كان يطرح الدعابات ولكنه كان يعني لا يضحك مقهقها ولكن يجعلنا نحن بعد أن نستوعب ما قال نضحك ونبتسم. في إحدى المرات وفي كان يدرسنا في موضوع الفيكتورز المتجهات، فكان يعني يلمس أن طلبة قليلي التفاعل، فيريد أن يحرك فينا الحماس ويغير الجو، يريد أن يشعرنا بأهمية المتجهات ومعنى فيكتور. فقال يعني بعد أن شرح ووضع المعادلات وكتب الرموز على اللوح، قال يعني أعتقد أن هكذا عكس غير أن تقول هكذا. كان يشير إلى أنه إذا مسكت مسدس ووجهته على من هو أمامك بالتأكيد النتيجة مخالفة تماماً فيما لو وجهته على نفسك وكنت منتحراً. فأثار فينا بعض الابتسامات وتلحلح الجو الذي كان يعني نوعاً ما في حالة من هيك من الوجوم ومن عدم التفاعل، فيعني تحرك الصف وضحكنا وسرنا. في موقف آخر أذكر شاهد أن بعض الطلبة نوعاً ما منسحبين من المحاضرة، البعض غير متفاعل بما فيه الكفاية. فبعد أن كتب شيئا على السبورة، وكنا طبعا وقتها يعني نكتب بالطباشير أو بالأقلام الوايت بورد، ما كان فيه لسه الباوربوينت والوسائل الحديثة، فيريد أن يمازحنا ويلفت انتباهنا، لكن يريد أن يوجه، لكن أيضا دون أن يجرح الشعور. فقال لبعض الطلبة ممن يجلسون في آخر المدرج، تكلم ثم قال: فهل فهمت يا صاحي؟ وأشدد على أنها يا صاحي. نظرنا في ببعضنا وقال: صاحي في اللغة العربية، أتعرفون ما معنى يا صاحي؟ يعني يا صاحبي. طبعا هو استخدمها كتورية لكي يقول يعني يا صاحيين، يعني بمعنى يا نايمين. فأثار فينا مرة أخرى حس الدعابة، وشعرنا كم هذا الشخص إنسان مهذب حتى في توجيهه وفي تأنيبه. لا أزال أذكر كم استغل كثير من المواقف لوجهنا تربويا، كان على صلة مع تلاميذه مرحبا بهم من صغيرهم إلى كبيرهم، حتى طلاب السنة الأولى والسنة الثانية، يعني لا أتكلم عن طلبة الماجستير مثلا أو عن صغار الباحثين، بل عن طلبة السنة الأولى والسنة الثانية. كان مرحبا فينا في مكتبه، وكنا يعني غير متآلفين كثيرا بأن نذهب إلى الأساتذة ونناقشهم، يعني يدوب يكون في حوار في قاعات المحاضرات، لكن شجع هذه الثقافة بأن يكون الأستاذ رفيقا بتلاميذه ورفيقا معهم أيضا. شجعنا كثيرا على هذا التواصل خارج إطار أو خارج وقت المحاضرة، فكان يعني يصاحبنا في الممرات، يتحدث إلينا، يستغل بعض المواقف ليوجهنا قياميا. فلا شك أن كثير مما قالته الزميلتان بثينة وندى، يعني نحن نتقاطع في كثير من هذه المواقف. الإنسان يعني يعطي ما عنده، فكل إنسان بما في داخله، لم يكن متصنعا أبدا. وكان عندما لا يعجبه شيء يلمح
يلمح أحيانا ثم يقوم بالتصريح، يراعي اختلاف الخبرات، اختلاف الأعمار، واختلاف حتى الخلفيات الثقافية. يعلم أن في الجامعة الأردنية مشارب شتى، وأن التلاميذ والأولاد والبنات يعني جاءوا من مدارس حكومية في معظمنا، البعض جاء من الخارج، البعض من مدارس خاصة، فكان يراعي هذه الثقافة، فكنا نشعر بقرب هذا الإنسان منا ولا نتحرج منه، لكن كان احترامه ويعني مهابته في قلوبنا، وشيئا فشيئا تعرفنا على هذا الشخص عن قرب. من أجمل المواقف التي شعرنا بها كنا نلمح عندما يشعر بأن هناك من طلاب وطالبات ممن يتميزون ويتوسم فيهم خيرا، ويتميز فيهم ويعني يتحسس فيهم شعورا بالمسؤولية أو إشارات على التميز، كان يشجعهم كثيرا على مواصلة الدراسات العليا منذ السنة الثالثة ومنذ السنة الرابعة. يتكلم بلغة علمية رصينة ويوجه لفلان وفلان، وبعض زملائنا كملوا بسبب تشجيعه وبسبب احترامه لقدرات الطلبة. من الأشياء الجميلة جدا أيضا أذكر في السنة الثانية، ونحن يعني دخلنا على تخصص الفيزياء بعد، طبعا أخذنا في السنة الأولى في كلية العلوم كما تعلمون جميعا كانت المواد العلمية، طلبة التخصصات العلمية كلنا معا، الأعداد كبيرة وكلنا من مختلف الكليات، لكن ما أن بدأ الفصل الأول في السنة الثانية في الفيزياء بدأنا نتلمس التخصص، وصارت المجموعة قليلة، وبالتالي صار التعارف أكبر وصارت المجموعة أوضح. ولدى اختبارنا في الامتحانات الأولى والتي كانت بالنسبة لنا مفاجئة، وتعودنا يعني أو تفاجأنا بأن العلامات والدرجات غير ما اعتدنا عليه في السنة الأولى أو ما اعتدنا عليه في المدارس، كان يعني يتجول بيننا في الممرات خلال تأدية الامتحانات، يشعرنا بالثقة، وعادة عندما يتحسس أو يشعر أن هناك تعثراً ما لدى أحدهم أو إحداهن يحاول أن يلمح، يحاول أن يساعد، لأنه بالنسبة له كان الامتحان ليس لوضع درجة وإنما كان فرصة للتعليم. كثيراً ما رفع من معنوياتنا بهذه الكلمة، وحتى عندما كانت تصدر النتائج كان يعني يؤكد على المحاولات الإيجابية قبل أن يقول ماذا نقص وماذا كان خطأ وكذا وكذا. فكان رحمه الله يعني أستاذا ليس في العلم فقط بل بالتربية وفي أخلاقيات العلم وفي الثقافة وفي الأخلاقيات الاجتماعية. بعد ذلك يعني انقطعنا لسنوات طويلة، ثم أسعدنا يعني شخصيا أن انقطعت سنوات، ثم سعدت بلقائه مرة أخرى بعد سنوات طوال في جامعة سمية ضمن فعاليات الجمعية الفيزيائية، والتقيت به مرتين أو ثلاثة. بقي كما هو بقامته، بعطائه، بلغته العربية، بلغته العلمية المهذبة، بروحه العلمية، بانتمائه، باهتمامه بأشياء كثيرة. لم يتغير فيه سوى شيء واحد فقط، مستوى نسبة البياض في شعره فقط، هذا ما كان. ضحكنا مرة أخرى، ثم أخذنا عدة لقطات جماعية، ويعني ضحك كما وداعبنا كما هي عادته، وقال يعني يبدو أننا مهمون لدى، يعني طلبنا عدة صور ولقطات جماعية. رحمه الله فعلا تفاجأنا برحيله، نقول المبكر، لأنه كان لا يزال في عطائه، ويعني لم يكن مفاجئا أن تعرفنا على قصص وصفحات كثيرة مما عايشنا ومما لم نعرف، وقالها زملاء له أو تلاميذ له. ومن يعني الأمانة، ولأن السلام أمانة، أريد أن أوجه تحية عبر رسالة وصلتنا من دكتور محمد عوض الله زميلنا، وهو أحد تلامذته. محمد عوض الله في نورث كارولينا في الولايات المتحدة كان يشاركنا جزء من هذه الندوة، عرف عنها يعني متأخرا وشاركنا، ولكنه في طريق سفر، فكانت يعني التواصل عبر النت كان يعني ضعيفا، فبعث بتحية ويسلم على الجميع ويقول يعني رحمه الله، وكانت يعني خبرة في مسيرة تضم الخبرة
إنسانية علمية استثنائية. فأريد أن أوصل سلامه الدكتور محمد عوض الله لجميع الحاضرين، لأسرة الراحل الكبير ولأسرة الفيزيائيين الموجودين معنا هنا. أيضا يعني يجب أن أشير إلى أن أحد زملاء الدكتور جميل خليفة جمعتني به يعني ظروف العمل معنا، الأستاذ لطفي جبور، وهو يعني ضليع في المناهج المدرسية، ربما يكون هناك كفرصة لبعض المداخلات ممن يعني اسمهم مش موجود على القائمة. معنا الأستاذ لطفي جبور، وإن شاء الله إنه يكون في فرصة لبعض المداخلات إذا وسعنا الوقت. نقول رحمه الله، ويعني جعل علمه منارة للجميع، وكلنا راحلون وما يبقى هو العمل الطيب وهو الأثر الطيب. شكرا جزيلا لكل المنظمين، وهذا لا يعني ليس غريبا، وأستاذنا يستحق. شكرا جزيلا للجميع. شكرا بسماء، يعطيك العافية على هذه الشهادة وهذه الكلمات الصادقة. بعرفش دكتور أحمد هل انحلت مشكلة النت عنده؟ دكتور أحمد معنا؟ لا والله دكتور حنا، هو بعث لي على هذا أنه عنده مشاكل في النت فحتى طلع. إذن ننتقل الآن إلى الدكتور بلال سعادة. دكتور بلال سعادة من الجمعية الفلكية الأردنية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أود أن أشكركم على هذه اللفتة الطيبة اللي هي رمز من رموز الوفاء إلى هذا الدكتور الجليل الفاضل، وهذه الشخصية العالم الذي نحتفل يعني نرد له جزء بسيط من قدره في مثل هذا اليوم. نترحم عليه، اللهم ارحمه واغفر له وعافه واعف عنه، واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أنا طبعا تعرفت على الدكتور من 86، أنا درست البكالوريوس والماجستير في الجامعة الأردنية، واخذت عدة كورسات مع الدكتور. صراحة يعني كان من الدكاترة المرموقين في الجامعة ذو السمعة الطيبة والعلم الرصين، وقور، كان وقور. أي إنسان يتعرف عليه للوهلة الأولى يعرف أنه هذا الرجل وقور وهادئ متزن ذو عزة شامخ مخلص معطاء متفاني متسامح متعاون مع الجميع، حريص جدا على أن يقدم أفضل ما عنده للطلبة. في مرحلة الماجستير عملنا معه في المعامل، كنا نشرف على بعض المعامل كطلب الدراسات عليا، وكنا تعرفنا عليه عن قرب، وتعرفنا على طيبة هذا الشخص وطيبة قلبه وسعة صدره وحبه للخير للناس جميعا. يعني فصراحة يعني ما أشرف عليه في الماجستير، لكن كنا قريبين جدا منه، وكثير ما نستشير في كثير من أمورنا ونلجأ إليه كصديق وليس كدكتور. يعني ما لفت نظري أنه بعد ما رجعت من الدكتوراه وزرت الجامعة الأردنية، صراحة الفرحة التي كان تغمره وشعور السرور الذي كان يبديه عندما يلتقي بواحد منا من طلاب الناجحين، وتشعر هذا في, 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 في عينه، في تشعر كيف أنه مبسوط كأنه أحد أبنائه اللي راجع بهذه الدكتوراه، تشعر بقرب كبير منه، يعني قريب منك، بحب يسألك عن كل تفاصيل حياتك، حريص على يعرف وين مشاكلك، بس تلتقي فيه كل ما تلتقي فيه يسألك وين كنت المرة الماضية، كأن اللقاء السابق كان حاضرا لديه، كان اللقاء السابق كان حاضر لديه، يعرف تفاصيل دقيقة عن الشخص ويتذكرها، وهذا من طيبه. كثير ما كنت أزور الجامعة الأردنية في كل عام، يعني مرتين ثلاث كنت أنا في سافر في السعودية وغيره، فكنت كل ما أزور الجامعة الأردنية نادرا ما أجد مكتبه يعني مسكر، دائما كان مكتبه مفتوح ويرحب فينا يعني بشكل كبير جدا. وبالرغم من إن الواحد رايح مش في موعد، إلا أنه يحرص على أنه يجلس معه ويعطيه وقت كافي ويسأل عن كل أخباره ويقدم النصح والإرشاد
ويعني حسس الشخص انه فعلا كانه اخ كبير. يعني صراحه بموته احنا شعرنا يعني فعلا انه كانه عمود من اعمده العلم في هذا البلد، يعني اهتز صراحه. هو يعني اثره لا ينقضي، يعني لا ينقطع بموته، لانه علم كلنا تلاميذه. يعني إن شاء الله أن نكون كلنا في ميزان حسنات يوم القيامة، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وعلم ينتفع به. وإن شاء الله أن نكون نحن من هذا العلم الذي تعلمناه على يديه، ونكون نحن الطلاب الأوفياء الذين عملنا يكون في ميزان حسنات إن شاء الله. ونشكر لكم هذه اللفتة المباركة والفرصة التي أعطيتموني إياها أن أقدم هذه الكلمات الطيبة البسيطة في مقام هذا العالم الجليل. بارك الله فيكم. شكرا دكتور بلال سعد على هذه الشهادة وهذه الكلمات. وننتقل الآن إلى الأستاذ الدكتور رائد حجاوي من جامعة مؤتة. بروفيسور رائد معنا، تفضل. الصوت مش طالع. الصوت دكتور رائد. أنا ميوت لمايك. أيوة تمام. يعطيكم العافية ومساء الخير جميعا. يعني أنا بشكركم على إتاحة الفرصة للتكلم عن الدكتور الجميل خليفة، دكتورنا وأستاذنا اللي عايشنا فترة طويلة وكبنا معاه، يعني تطور مجموعات الفيزياء اللي كان هو يعني بيشرف عليها. بداية أنا بدي أحكي في مرحلة البكالوريوس تعرفنا على الدكتور جميل من خلال مساق الفيزياء الرياضية 2. يعني بديش أحكي عن تفاصيل المساقات الأخرى، بس الدكتور جميل رحمه الله يعني رجل يجعل المعادلة تتكلم. يعني المعادلة الرياضية اللي الناس بكتبوها ويلا واللي وراها ويلا واللي وراها، كان يجعل المعادلة تتكلم. يعني كل شيء يعطيه المعنى الفيزيائي له. لاحقا طبعا في الماجستير درسنا الديناميكا الكهربائيه. الدكتور جميل له اطلاع، يعني بيحكي عن الجانب الاكاديمي اللي ركز انا بعدين جزء الجانب الانساني لاحقا اذا تمكنت ان شاء الله. يعني الدكتور جميل بالجانب الاكاديمي كان عنده احاطه يعني بامهات الكتب اللي تدرس بالفيزياء بكافه مستوياتها. يعني انا بتذكر عمري ما سالته عن كتاب اللي يعطيني نبذه عن اللي موجود في هذا الكتاب. يعني ما شاء الله، يعني بالتالي يعني في احنا في مساقاتنا اللي كنا نتعلم او نتلمذ على ايديه، يعني استطعنا انه مس نعرف فقط الكتاب المقرر او يشرح لنا اياه او فهمنا اياه، كان بالعكس يوجهنا لكتب اخرى استفدنا منها لاحقا. يعني علم غزير جدا، يعني لا ينكره انسان صراحه. يعني اذكر انه كان يوجهنا لقراءه كتب مختلفه تفيد وتخدم المساق، وفعلا يعني احنا كنا نكتشف انه يعني لو ما كلامه وتوجيهه انه ما كنا نحصل في المساقات اللي كنا ندرسها مع اي فائده. فهما لما يوجهنا لهذه الكتب، وفعلا هاي الكتب تكون فعلا هي بدي اقول باللغه العاميه هي بلسم. يعني الطالب لما يكون متعطش انه يتعلم ولاقي أستاذ قدير ويعني قامة علمية كبيرة جدا ويوجهه ويعلمه ويخليه هو برضو أيضا يتعلم ذاتيا، يعني شيء هذا يعني صراحة فقد. يعني أقول إنه يعني مش من السهل الحصول على إنسان بمثل هذه الصفات حاليا. فلاحقا يعني إحنا بالماجستير بجوز ما أصعبتنا الظروف أنه الدكتور جميل يشرف عليه في الماجستير، لكن استمرت رحلتنا معاه للدكتوراه. في الدكتوراه درسنا مساقات أيضا، ومن خلال هاي المساقات أنا يعني سبحان الله شعرت بإني برغبة جامحة أنه خلص هذا الشخص أو هذا الدكتور اللي لازم أني أمضي معاه قدما في حياتي الأكاديمية. وفعلا لاحقا فتحته في الموضوع، قلت له: دكتور أنا حاب أني أشتغل معك وحاب أني أخذ الطريق اللي هو الفيزياء الرياضية التحليلية. أنا ما كنت أحب يعني الكمبيوتر والأشياء هي، وأنا أحب المعادلات يعني تعلقت بها من خلاله يعني ومن خلال توجيهاته لما كان يدرسنا، فذهبت في هذا الطريق.
وطبعا اشتغلنا احنا وياه على داله جرينز فانكشن، والدكتور عمار سابقا كان شغال عليها في مرحله الماجستير، ولاحقا اشتغلنا موضوعات اخرى بعد ما كملت الدكتوراه. اشرفنا على طلب الدكتوراه مع الدكتور جميل، اشتغلنا في الفراكشنال كالكولس اللي هو، واشتغلنا كمان في الكلاسيكال ميكانيكس، واشتغلنا بالهاملتونيان فورموليشن واللاجرانجيان فورموليشن، كلها هذا اشتغلنا فيه. ويعني واكملنا مسيرتنا معاه في خط الاناليتيكال فيزيكس في الفيزياء اللي هي التحليليه. اللي انا بدي اقوله، انا الدكتور جميل بجوز بعرفه من 93 يعني لغايه ما توفى رحمه الله يعني قبل عام يعني، بس من خلال يعني جلوسي معه فترات طويلة يعني صراحة أشعر إن أنا بعرفه من أول يعني ما مراحله في الابتدائي، لأنه كان هو دائما وأبدا بيحكي لي عن مراحل حياته المختلفة وعن الصعوبات اللي واجهته وكيف تغلب عليها وكيف مضى في هذه الحياة وكيف كان عنده طموح وكان عنده جلد وصبر وكيف وصل لهدفه في نهاية المطاف، وحتى كان يحكي لي عن أدق التفاصيل يعني في مراحل الأكاديمية. يعني بتذكر كان يقول لي عن دراسته في الجامعة الأردنية استكمالا اللي حكى الدكتور همام أستاذنا، كان يقول لي لما رحت قدمت للماجستير كان في لجنة مقابلة، مش يعني زي اليوم خاص تقدم طلب ماجستير وبأخذوك وكذا، لا في لجنة بتقابلك وبتسألك وتأكدوا أنك أنت يعني عندك الخلفية الفيزيائية المناسبة، وبالتالي بيقبلوك، مش شرط أنه يقبلوك ويعني على معدل أو كذا والآخر. فدائما كان يحكي لي، أيضا كمان كان يحكي لي عن مرحلة الدكتوراه في فرنسا وعن الصعوبات اللي واجهته وكيف تغلب عليها، ويعني حديث طويل طويل جدا جدا كان يتكلم فيه عن هذه المراحل، كأنه يحفزني ويحفز الطلاب الثانيين إنه أنا يعني يعني عانيت في حياتي وتغلبت، لكن هاي الصعوبات وصادفتني تغلبت عليها وقدرت أصل للي أنا فيه. طبعاً الدكتور جميل يعني يعجز اللسان إنه يعطيه حقه صراحة، لأنه شخص يعني نادر ما ندر إنه تجد في الحياة يعني شخص مثله. يعني أنا أشعر دائماً وأبداً بفقدان شخص، يعني دي أقولها بالعامية، شخص تفهم عليه ويفهم عليك. يعني في الحياة هاي الإنسان من الصعب أكاديميا وغير أكاديميا وإنسانيا يجد إنسان يفهم عليه وهو يفهم على بعض الاثنين الطرفين. فكانت رحلتي معاه يعني رحلة طويلة، وصراحة يعني الدكتور جميل يعني أنا أذكر يعني إنه عمره ما صد إنسان يعني يقدم له مساعدة، عمره ما صد إنسان، وكدام كان يقدم المساعدة لأي إنسان. يعني كنا نجلس أيام السبتات ونتناقش في شغلنا الرياضي الطويل والشاق، وكان دائما وأبدا هو عنده جلد وصبر. يعني شيء يعني هو كان طبعا في مرحلة من المراحل عانى من عدة أمراض يعني، وكان يعني يجي على نفسه وما عمره يغيب عن أي لقاء. فيجي الطالب يقول له يلا هاي اللوح، يلا على اللوح مباشرة اشتغل بالساعة والساعتين والثلاث، وظل مركز من أول لحظة لآخر لحظة. وكان عنده دائما إشارات للطالب تفتح فيها أبواب، بحيث أنه يعني نفتح للطالب أبواب وأفاق ومن خلالها ننشر أبحاث وننشر ونعمل شغل في البحث العلمي. وكان دائما وابدا اي طالب مين ما كان الطالب هذا عنده مساله يعني يجي طرق بابه يفكر معاه. يعني بذكر مره من المرات انا عنده مر طالب من طلاب الهندسي، هندسي كانه كهربائيه، فعرض مشكله معينه، قال انا في عندي مشكله في شغله معينه في معالجه رياضيه. تمام، فيعني ما توقع من الدكتور اللي بده يساله انه يقول له يلا امسك لي القلم ويلا اكتب لي مسألتك من ألفها لياءها وبنفكر معاك. يعني الطالب انذهل، يعني ما توقع، هو يعني توقع في أحسن أحواله يقول له والله روح اقرأ الكتاب الفلاني أو في كذا الموضوع الفلاني بتلاقيه في المكان الفلاني وخلص. يعني جلس الدكتور جميل يصغي لهذا الطالب وهو يعرض تفاصيل مسألته
ويناقشوا، وحتى دائما كان يشركني بالنقاش. يعني الدكتور جميل يعني صراحة يعني كان يعتمد علي بفضل الله عز وجل، وأنا كنت هاي محفز إلي صراحة. يعني هاي كنت أنا دائما وأبدا فخور فيها، إنه أشعر إنه هذا الإنسان اللي هو الدكتور جميل في هذا المقام العالي إنه يثق فيه. يعني هاي كانت شغلي يعني عظيمة جدا في نفسي، ودائما بستمد منها القوة صراحة، ولازلت بستمد منها القوة. طبعا الدكتور جميل الآن رحمه الله توفى، لكن ترك إرث عظيم، إرث عظيم. يعني صراحة يعني أنا مش عارف شو بدي أتكلم، في شغلات تفاصيل وذكريات كثيرة تجول في خاطري، ومواقف يعني ندرة ما ندر تلاقيها في هذا الزمان، أنا شاهد عليها، شاهد عياني. يعني جلست معاه فترات طويلة في مكتبه، وكان يجي من الأصدقاء اللي من الداخل الجامعة وخارج الجامعة، وشاهد على قصص هم يروها أمامي، على شهامة مروءة الدكتور جميل، وفاؤه ورجولته. يعني أنا ما بدي بصدد الآن أذكر بعض هذه المواقف، لكن أنا بتكلم بثقة لأني عايشت هذه المواقف. وكان الدكتور جميل رحمه الله يعني مثال للإنسان المتواضع الصبور، خلينا أقول أنه كافح وجاهد صراحة، يعني لتأسيس نواة يعني بالفيزياء الرياضية والفيزياء طبعا الحسابية، كافح وصبر رغم المعوقات الكثيرة اللي واجهها، ورغم أيضا الأشياء اللي حاولت تضبطه عن عمله. يعني استطاع صراحة يعمل إنجاز يعني قبل نظيره بالإمكانيات المتواضعة، إمكانيات متواضعة كانت في بداية المسيرة، كانت ما في شيء إمكانيات متواضعة. وبذكر كيف كان يحكي لي عن طلابه بفترة الثمانينات، وبجزء واحد من طلابه الدكتور يعني بلال سعادي، وأنا صادفت طلاب من طلابه في فترة الثمانينات، يعني صار لي شرف التعرف على بعضهم. يعني بجزء الدكتور بلال سعادي بعرف الأستاذ عطالة مطير، هو عندنا في جامعة موتة مشرف مختبرات، فهو عايش وكان يعني ماخذ مع الدكتور مساقات مع الدكتور جميل، ودائما بذكره وبمدحه بكل خير والله. يعني لا زال يعني دائما بدعي له صراحة. يعني الدكتور جميل في الفيزياء الحالي الصلبي، في الفيزياء الرياضية، قل ما تلاقي إنسان يعني بمثله، يعني بمهارته بقدرته. يعني الدكتور جميل صراحة يعني إنسان لا يعوض. أنا آخر كلمة بدي أحكيها، يعني إحنا قد ما الإنسان يحكي يعني لا يمكن يزي حقه صراحة. الدكتور جميل عايش ظروف صعبة جدا خلال حياته، لكن استطاع بكل هذه الظروف الصعبة إنه يتغلب عليها وإنه يمشي ويصل لهدفه. يعني نقول إنه إن شاء الله إنه إحنا نستطيع إنه نكمل هذا الهدف تاعه ونستمر في مسيرته. خرج عشرات الطلاب بالماجستير والدكتوراه، وأثر في عشرات بل بمئات الطلاب، يعني اللي درسهم ووجههم وخلاهم يعني يمشوا في طريق العلم. كان يحب الفيزياء حب جم، كان يقول لي دائما وأبدا أنه يحلم أنه يكون فيه كلية للفيزياء، قسم فيزياء رياضية، قسم فيزياء حال صلبي، قسم كذا. كان يحلم بهذه الأحلام، يعني يكون مش كلية علوم، لا كلية فيزياء، كل تخصص له قسم، كل تخصص له قسم، مشان إيش الناس تتفرغ وتصب يعني جهدها وتفكيرها في اتجاه واحد. يا ناس بتخصص في هذا الموضوع، ناس في ذاك الموضوع. وكان يعني دائما وأبدا متفائل إنه يجي جيل إن شاء الله يكمل هالطريق تاعته. فأنا يعني بترحم على روح الدكتور جميل خليفي، وشو ما حكينا ما في حقه صراحة. إنسان يعني رجل شهم عنده مروءة، يعني شو ما بدي أقول، أنا يعني شهادتي مجروحة فيه صراحة. يعني أنا تلميذه الصغير، وحظل تلميذه الصغير إلى أن يقضي الله أجر، يأخذ الله وداعته. يعني أنا جوز ما بعرف أعبر، أو أنا دائما وأبدا كنت أصغيله، دائما وأبدا كنت أصغيله، دائما وأبدا، وكلامي معاه كان قليل، كنت أستمع إليه واستمتع لما يتكلم هو عن حياته وعن أشياء الأكاديمية وعن كل شيء.
يعني بفقده يعني فقدنا قامة عظيمة. رحم الله الدكتور جميل خليفي، شكرا لكم، سامحوني أطلت بجوز أنا استرسلت، شكرا لكم، يعطيكم العافية. يعطيك العافية. نشكر الأستاذ الدكتور رائد الحجاوي من جامعة مؤتة. ننتقل الآن بالنسبة للأستاذ الدكتور خليل ذباني، يعني لم يستطع أن ينضم لنا في هذه المناسبة، ولكن هناك أرسل تسجيل صوتي. أستاذ الدكتور خليل ذباني يعمل حاليا في جامعة الخليل. دكتور عمار ممكن تشاركنا بالتسجيل الصوتي؟ نعم. أسعد الله مساءكم زملائي الأعزاء. طبعا نلتقي هذا اليوم لنؤبن أستاذنا الكبير ومعلمنا الأستاذ الدكتور جميل خليفة رحمه الله. يا دكتور جميل، لقد أدميت برحيلك قلوبنا التي عشقتك، واتكلت طلابا أحبوك وأهلا افتقدوك، تركت وراءك أثرا عظيما من العلم، ستظل الأجيال تنهل من بحره الثري. كم هي قاسية لحظات الفراق التي تسجل وتختزن في القلب والذاكرة، وكم نشعر بالحزن وفداحة الخسارة والفجيعة، وتختنق بالدموع ونحن نودع واحدا من الأساتذة الأفاضل المؤمنين بالرسالة العلمية العظيمة من ذلك الزمن الجميل البعيد، أستاذنا جميعا الأستاذ العالم الجليل الدكتور جميل خليفة رحمه الله، الذي فارق الدنيا بعد مسيرة عطاء عريضة ومشوار حياة في السلك البحثي الأكاديمي، تاركا سيرة عطرة وذكرى طيبة وروحا نقية وميراثا من القيم والمثل النبيلة. فيا أيها الإنسان الطيب والعالم المخلص ويا نبع العطاء والنهر المتدفق، حبا لعملك يعز علينا فراقك في وقت نحتاج فيه إلى أمثالك من العلماء الأوفياء الصادقين، ومهما كتبنا من كلمات وسطرنا من حروف حزينة باكية لن نوفيك حقك لما قدمته من علم ووقت وجهد وتفاني في سبيل علمك وأبناء وطنك وطلبتك المحبين لك، وعلمتنا من أخلاق وقيم فاضلة، وغرست فينا حب العلم والمعرفة، ونميت في أعماقنا قيم المحبة والخير والانتماء. وإلى سعادتي وشرف كبير لي أنني كنت واحدا من طلاب وتلامذة أساتذتنا، ومنهم أستاذنا المرحوم الأستاذ الدكتور جميل، الذي أشغل باحثا وأكاديميا وقضى أكثر من 35 عام في سلك التدريس والبحث العلمي. جميعنا عرفنا المرحوم إنسانا هادئا متسامحا راضيا قنوعا ملتزما بإنسانيته كما هو ملتزم بدينه وبواجباته العلمية، حمل الأمانة بإخلاص وأعطى الحياة والناس جهده وخبرته وتجربته وحبه لهم، تمتع بخصال ومزايا حميدة جلها الإيمان ودماثة الخلق وحسن المعشر وطيبة القلب، متميزا بالدماثة والتواضع الذي زاده احتراما وتقديرا ومحبة في قلوب الناس والطلاب وكل من عرفه والتقى به. وهل هناك ثروة يبقيها الإنسان بعد موته أكثر من محبة الناس؟ 35 عام أمضيتها في الجامعة الأردنية التي شرفتها وتشرفت بك، فكنت رسول علم ومعرفة وجدوى العطاء وتضحية، فنعم المعلم والأب الحنون والأخ الودود والصديق الصادق. لقد كنت قدوة ونموذجا ومثلا يحتذى في البساطة والوداعة والرقة والعطف والحنان وسمو الأخلاق وطهارة النفس والروح ونقاء القلب والعفوية والتسامح. قد غيب الموت أستاذنا ومعلمنا الحبيب الغالي دكتور جميل جسدا، لكنه سيبقى في قلوبنا ما بقينا على قيد الحياة، ولن ننساه ويظل بأعماله ومآثره وسيرته نبراسا وقدوة لنا. نم يا دكتور جميل مرتاح البال والضمير، قد أديت الأمانة وقمت بدورك على أحسن وجه، والرجال الصادقون أمثالك لا يموتون. تحياتي لكم جميعا زملائي وأصدقائي، وأخص أستاذي الأستاذ الدكتور همام غصيب أطال الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية، وزميلي وصديقي الدكتور عمار وجميع الزملاء المحترمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله.
دكتور حنا، إذا انتهى تسجيل رسالة دكتور. عفوا، أنا كنت الصوت كان رايح عندي. كانت هذه كان هذا تسجيل صوتي للبروفيسور خليل الذباينة من جامعة الخليل بهذه المناسبة، وهي مرور عام على رحيل الدكتور جميل خليفة رحمه الله. ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة من هذه الأمسية، وهي استعراض للأعمال العلمية والبحثية الرئيسية للبروفيسور جميل خليفة، وذلك من قبل تلميذه المخلص البروفيسور عمار السكجي. فتفضل دكتور عمار. مساء الخير. الصوت واضح؟ نعم نعم تمام. في الحقيقة يعني واحد بيعجز بالحديث عن أستاذه وخاصة الدكتور جميل خليفة. يعني نبدأ من هو البروفيسور جميل خليفة رحمه الله. يعني أنا كان مطلوب أن أحكي حول أعمال العلمية، لكن أنا بدي أرجع إلى تقريباً 11/3/2021. هاي اللحظة كانت لحظة صعبة جدا لما علمت بوفاة الدكتور جميل خليفة، فكتبت بعض الكلمات، فالآن بدي أرجع إليها وأقرأها تماما لأنها كانت كلمات حقيقة صادرة من القلب. يعني ومعظم كل كلمة من هذه الكلمات كانت هناك دمعة تنزل فيها. كتبت في وداع جميل خليفة، وهي كتبت في 11/3/2021، يعني تقريبا قبل سنة من الآن. وبلشت في يعني مقتطف: لماذا تركت الحصان وحيدا فالبيوت فالبيوت تموت إلى غابة سكانها. غيب اليوم أحد أعمدة الفيزياء النظرية في الأردن، صاحب الهمة العالية والناصح الحكيم. كان الفقيد جميل، جميل الروح والخلق والمعاملة، الحد الذي جعل الأرض عاجزة عن حمله فاحتضنته داخلها. إن أشد ساعات الحزن والألم حين تضيق بك الأرض ذرعا وشوقا لغائب حبيب تحتها. وداعا أستاذنا وصديقنا وزميلنا ومعلمنا البروفيسور جميل خليفة، أستاذ الفيزياء النظرية والرياضية في الجامعة الأردنية. لقد كانت علاقتي بالفقيد منذ منتصف ثمانيات القرن المنصرم، كان هو طبعا حتى في نص الثمانيات كان المرشد الأكاديمي إلي، وكان أستاذي ومعلمي، وتشرفت بنشر العديد من الأبحاث العلمية في الفيزياء النظرية معه. إن شريط الذكريات القريبة والبعيدة والذي يمتد إلى أكثر من 35 عام والتي لم تنقطع وهي الآن تمر أمامي بسرعة، لقد دحلت مبكرا عن هذه الدنيا وتركت لنا منهجك العلمي والبحثي نبراسا نسير عليه. كان آخر حديث معه رحمه الله عبر الهاتف قبل أسابيع، وكانت مكالمة مطولة امتدت إلى أكثر من ساعة، ناقشت فيها قضايا عديدة، وضع البحث العلمي والتعليم في الأردن، وحصل اتفاق أن نلتقي وجاهيا بعد جائحة كورونا التي غدرت بك. رحلت عنا مبكرا تاركا طيب عملك وأخلاقك الرائعة وأجمل ذكريات. لقد هزني خبر وفاتك، رغم أنني تواصلت أمس مع العائلة وكان الجواب أن صحتك تتحسن وسوف تخرج من المستشفى قريبا. ستبقى ذكراك يا معلمي باقية، ولا أجد الكلمات لكي أعبر عن شعوري وعما يدور في داخلي من مشاعر وفي صدري من أحاسيس غير ثمة دمعة حبيسة العين. ترجى الفارس ليرحل معه العلم والأخلاق، وعزاؤنا الوحيد أنه ترك طلبة يسيرون على دربه وعلى خطاه ومستمرون في مدرسته حتى تحقيق الأهداف التي عمل عليها طوال حياته العلمية والعملية والأكاديمية، ونحن على الدرب سائرون. من الصعب رثاء القامات العلمية وخاصة الذين أفنوا حياتهم في سبيل العلم والبحث العلمي، وحسب تقديري الأول نشر أكثر من 160 بحث علمي في الفيزياء النظرية منذ 1981 إلى الآن في أرقى المجلات العالمية، بالإضافة إلى إشرافي على العديد من طلبة الماجستير والدكتوراه. وأكرر عبارتك المفضلة: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. حتى يعلم الجميع
أن القامات العلمية هي من تستحق أن تكون في الواجهة. لقد خسر الأردن، لقد خسر المجتمع العلمي في الأردن والعالم العربي قامة علمية رفيعة كانت تعمل بالصمت، ومن الصعب تكرارها. رحمة الله عليك دكتور جميل، وكتبت في نهايتها والحديث بقية، ويعني جاء هذا اليوم، ويعني إن شاء الله في عنا الكثير، وعلاقتنا معه كانت قوية جدا وحتى الآن نتذكره، وكلما تفتح بحث علمي تجد اسم الدكتور جميل موجود هنا وهناك. يعني أنا حقيقة بدي بس أشير إشارات سريعة من هو الدكتور جميل خليفة، حقيقة حتى المجتمع العلمي يعرف من هو. طبعا دكتور جميل خليفة رحمة الله عليه بروفيسور بالفيزياء، البي اتش دي دكتوراه دولة من لويس باستور في ستراسبورغ في 82، وكان بحثه العلمي Electronic Structure of Impurities of Metals Application to Hydrogen in Transition Metals، هذا البحث الثيسيس تاعته. طبعا بسنة 77 حصل على درجة الدبلوم في Education ودرجة الماجستير في الفيزياء. طبعا كان عمل بالماجستير مع أستاذنا الدكتور همام غصيب حول Microscopic Study of Dilute Helium 3 Helium 4 Mixture، أنهى البكالوريوس سنة 72. طبعا عمله هو دخل قسم الفيزياء في الجامعة الأردنية في 83، ولـ 88 صار طبعا كان أسيستنت بروفيسور، في 98 أسيستنت بروفيسور وكان أستاذ في سنة 98. طبعا هناك العديد من السكولرشيبس والجوائز اللي حاز عليها دكتور جميل خليفة. نبدأ مثلا في scholarship من Ministry of Foreign Affairs فرنسا من 77 الدراسي ل 82، كان visiting scientist في Condensed Matter Workshop في ICTB اللي هي International Center of Theoretical Physics في ترياستا في إيطاليا، في أوقات مختلفة بال 83 بال 85 بال 87 في 90. كمان كان visiting scientist في لويس باستور University IPCMS عدة مرات في الصيف، كان يذهب الصيف من 83 إلى 2004. كان أسيشيت ممبرشيب في الـ ICTB من 85 إلى 90، President of the Jordanian Association of Physicists اللي هو الجمعية الفيزيائية، Chairman of the Department of Physics من 89 إلى 90، وكذلك الأمر Chairman من 2007 إلى 2009. كان visiting research fellow في UK في بريطانيا من 90 لل 91، وحقيقة يعني كان عضو في لجنة executive committee IOTB Arab Friends Society في إيطاليا، وكان عضو في Alexander von Humboldt Fellowship في حوالي 4 مرات في فرانكفورت في 91 وبال 94 وال 95. وطبعا كان هو عبارة عن اشترك في العديد من الأنشطة المحلية والعالمية، كان Chairman of Petra School في 2000، كان بالمارس فيزيكس كان Regional Conference كان هو عضو فيه، كذلك كان باللجنة تاعت Graduate Students في أكثر من دولة خارج الأردن، وممبر بالScientific Committee في Applied Science University Journal، وكان ريسيرش كونسل في ميدل ايست يونيفرسيتي من 2005 2009، وعضو في هيئه التحرير في مجله الفيزياء جوردن جورنال فيزيكس. سكوبس ريكوجنيشن بالنسبه لاعماله كان في 2009 لوكال اورجنايزر ل ار اي اس 6056 على 9101 فيرست كوردينيشن ميتنج ان جوردن. كان ممبر في National Committee of International Geosphere Biosphere Program IGBS، ممبر of Research Council of Theoretical and Applied Physics Center of Yarmouk University، Regional Advisory Committee of Palestinian Conference في 2010. طبعا أعمال علمية كثيرة، لكن ممكن نلخصها في حوالي 5 أو 6 أعمال. الجزء الأول من عمل كان مهتم في Single Electronic Structure of Impurities within a Framework of Tight Binding Approximation TBA. كان مهتم كذلك أمر Electronic Pair Interaction, Relaxation Effect Across Point Defects,
اي ام بي ميكسينج جرينز فانكشن. كثير من الزملاء الان يعني عاملوا في هذا المجال، وفي حتى تي بي اي بتمر علينا في الماجنتيزم اوف سيرفيسز انترفيس والثين فيلمز عمل عليه. طبعا المساقات اللي درسها يعني عديده جدا، درس معظم المساقات. ناخذ امثله في البوست جراجويت كان درس مساق كوانتم ثيوري اوف سوليدز، ادفانس كوانتم كيمستري، ادفانس سوليد ستيت فيزيكس، ادفانس كوانتم ميكانكس، ادفانس ماثيماتيكال فيزيكس، ادفانس ماثيماتيكال فيزيكس 2، ادفانس ستاتستيكال ميكانكس، ادفانس الكتروداينامكس. كان عنده سيمينارز في البكالوريوس. معظم المواد الرئيسيه سوليد ستيت فيزيكس اي اند ام، ادفانس اكسبيرمنتال فيزيكس، سيمينارات ماثيماتيكال فيزيكس كوانتم ميكانكس اي اند ام 2، ماثيماتيكال فيزيكس كلاسيكال ميكانكس الكترونكس اي اند ام، ويف اند فايبريشن جنرال فيزيكس 1 جنرال فيزيكس 2 كالكولاس ابلايد ماثماتكس اند فريشمان براكتيكال فيزيكس. هي معظم المواد اللي درستها. طبعا هي يعني درستها لفترات طويله جدا، لكن كان يحب يدرس حقيقه مادتين هي السوليد ستيت فيزيكس او الكوانتم ثيوري اوف سوليدز والماثماتيكال فيزيكس 1 و 2 و 3 لحد الدكتوراه. بعض اعمال علميه مش حذكرها كلها، الببليكيشنز عديده جدا. بدا الببليكيشنز الاولى في ال 81 مع دي مانجيت اللي هو كان استاذه في لويس باستور يونيفرسيتي، كان اكتيفيشن انرجي ان الفا بلاديوم هيدرايد. هاي نشرت في الفيزيكس ليترز في 1981 واستمر في النشر العلمي. هاي هي العديد من الابحاث العلميه، جزء كثير من الابحاث احنا نشرناها احنا وياه بجزء الزملاء، ويمكن اكثر من 10 ابحاث نشرناها مع بعض واعمال علميه. يعني هي بعض نظره سريعه على اعمال علميه في المساقات اللي حكيناها سابقا، وكنا حقيقة يعني تعلمنا منه الكثير كثير على مستوى التعليم وعلى مستوى البحث العلمي، وكان لنا الشرف أنه نشرنا معه العديد من الأوراق العلمية. وتقريبا يعني لا نستطيع أنه نتكلم بتفصيل عن هذه الأوراق العلمية لأنها كثيرة جدا، وكل بحث علمي عبارة عن قصة، وكل بحث علمي عبارة عن يعني برنامج كامل، وكنا حقيقة يعني نتعلم منه. وبالتالي بقدر أقول يعني في نهاية حديثي لا أريد أن أطيل عليكم، لكن نقف دقيقة صمت على روح الفقيد أستاذنا جميعا بروفيسور جميل خليفة. وشكرا لكم. شكرا دكتور عمار، شكرا دكتور حنا، يعني لفتة جميلة ولطيفة من الزملاء. وكنا نتمنى أن تقوم الجامعة الأم الجامعة الأردنية بتكريم هذه القامة، وللأسف أن العلماء لا بواكي لهم، فمؤسساتنا التعليمية لا تهتم بعلمائها، بينما تهتم مع احترامي للجميع تهتم بمن يغني وبمن يمثل وإلى آخره، لكن قاماتنا العلمية لا أحد ينظر إليها. وحقيقة من يعمل بالعلم لا ينظر إلى هذه الأمور، لكن على الأقل أن تأخذ مؤسساتنا أن يكون لديها الوفاء لمن خدمها وعمل بها وأنجز. وحقيقة الدكتور جميل كان من الأشخاص الذين يعملون بصمت، لم يكن يطلب منصب ولم يكن يطمح لأن يصبح شيء، والدليل أنه كان متواجد دائما في الجامعة في مكتبه أو في مختبره في الجامعة الأردنية رحمه الله، والبقاء لله. رحمه الله الدكتور بروفيسور نجيب أبو كركي أستاذنا. تفضل دكتور نجيب. أسعد الله مساءكم وشكرا لهذه المناسبة. أترحم على الأستاذ الدكتور جميل خليفة، وأحب أن أضيف أنني التقيته يعني لأول مرة في ستراسبورغ عندما كنت أعد رسالة الدكتوراه، ولم تكن المرة الأولى التي كان قد أتى بها إلى ستراسبورغ. الناس اللي كانوا قبلي كانوا بيعرفوه وكانوا بينتظروه في الواقع، ووجدنا إنسان يعني بشوش عنده روح النكتة، لا يشعرك أبدا بأنه يعني كان أستاذ في الجامعة وإحنا كنا طلاب باعتبار
هذه أحيانا بتكون مميزة لبعض الناس. بعد ذلك يعني وبمحض الصدفة ربما اجتمعنا في الجامعة الأردنية كزملاء، كنت عميدا لكلية العلوم، وعندي إحساس قوي بأنه كان دينامو فعال جدا في قسم الفيزياء. يعني هذه المناسبة الآن لمناسبة هذا يعني التأبين أعطتني برضو صور عن ملامح شخصيته وملامح إبداعه أيضا، بالإضافة إلى البعد الشخصي عنده واستعداده الشخصي أن يكون أستاذ الأستاذ همام غصيب في البداية، برضو له تأثير كبير، ثم إكماله في فرنسا في ستراسبورغ وهي من أرقى الجامعات العلمية في فرنسا، هي واحدة من 3 جامعات في الواقع في ستراسبورغ، يعني أضاء هذا بشكل أكبر. أترحم عليه وأعزيكم كطلابه وزملائه، ونعزي أنفسنا في الواقع بهذه المناسبة، رحمة الله عليه. شكرا جزيلا لكم. شكرا أستاذنا الدكتور نجيب على هذه الكلمات الطيبة. أعتقد في معنا حدا بحب يتحدث، في أستاذ لطفي، تفضل. السلام عليكم، يعطيكم العافية. السلام. يعطيكم العافية. أنا يعني كلكم أساتذة الفيزياء كما يبدو معظم الذين تحدثوا، أنا أتكلم عن دكتور جميل كإنسان وكزميلي، أنا تخصصي كيمياء وتخصصه فيزياء، عرفته من 1968 في الجامعة الأردنية، لكن بدحك عن البعد الإنساني اللي للدكتور جميل رحمه الله. دكتور جميل من أسرة 14 أخ وأخت له، أبوين كانوا في قمة الطيب رحمه الله، رحمهم الله ورحمه أيضا. عمري ما بنسى في أحداث أيلول المؤسفة اللي سنة 1970، إحنا كنا طلاب عزابية من الضفة جايين بندرس في الجامعة الأردنية، والدكتور جميل مع أهله مع الأسرة اللي 14 أخ وأخت له كانوا في بيت في جبل النزهة، وإحنا كنا سكان جبل النزهة. طبعاً اللي ساكن عزابي ما كان يلاقي خبز يأكل في تلك الأزمة، ومعظمكم لم يشهدها لأنه معظمكم من صغار السن، وربنا يعطيكم العمر كله إن شاء الله. فكان أصر الدكتور جميل، وإحنا كنا طلاب سنة ثانية طالعين على ثالثة، هو طبعاً فيزياء وأنا كنت كيمياء، أصر إلا يأخذنا على بيته فوق الجيش اللي عندهم اللي 14 أخ وأخت وفي بيوت متواضعة بتعرفوا في تلك الفترة، وظلينا حوالي أسبوع كامل. أم الدكتور جميل كانت أمي وأبوه كان أبوي، تخيلوا يحط 2، هذه لا تجدها. فالدكتور جميل إنسان قبل أن يكون أستاذ في الفيزياء، وحتما من كان عنده هذا البعد الإنساني. ما عمري شفت الدكتور جميل متصنعا ويشهد الله. أنا أذكر أحد أبنائي كان يدرس هندسة في الجامعة الأردنية، طبعا قليل ما نتلاقى، أنا في وزارة التربية ومتقاعد كموجه كيمياء، وبعدين لازلت أعمل في مدارس الرضوان معلم كيمياء بهذا العمر. مرة بس خليت واحد من أولادي يقول له، مر عليه وقول له بس أنا من طرف لطفي عودي، طبعا هو بيعرفني لطفي عودي مش لطفي جبور طبعا، يعني الاستقبال اللي استقبل ابني فيه عمري ما بنسى، بقول لي بابا شو هذا، شو هالإنسان هذا، قام يسوي لي في مكتب النسكافيه وطلابه له شخصية صارمة. الدكتورة بسمة يمكن تحدثت أو دكتورة ثانية حكت إنه وهو شخصية صارمة. من الأشياء التي أذكرها أستاذ فيزياء كان معانا في المدرسة وبيعمل ماجستير، قلت له اسمه رجائي، بدك تسلم لي على الدكتور جميل، كان يقول عني الأشقر على فكرة، الأشقر يعني احنا فلاحين احنا والدكتور جميل، يمكن كلكم بتعرفوا انه من بلد اسمها الولجه جنب القدس بلد المهجره. فعمري ما بنسى هذا الاستاذ اللي بيدعم الماجستير يقول لي انا ما بقدر اقرب على الدكتور جميل، له شخصيه صارمه صارمه وهو انسان في قمه الانسانيه. قلت له يا اخي ما عليك، بس دق على الباب وقول له انا من طرف واحد اسمه لطفي عودي. هذا ثاني يوم اجاب وقول لي يا زلمه شو هذا، يعني الذي يكون وفيا لأصدقائه، أصدقاء الصغر وتعرفوا أصدقاء الدراسة هي أقوى أنواع الصداقات على فكرة، لأنها لا يوجد من ورائها هدف،
بجوز في العمل عشان الترقية بجوز كذا. فصدمت يعني، كنا بدنا أنا وياه نروح نزور زميل إلنا أجلكم، أجا جلطتين ومعادس كانت الدكتور وجيه القاسم، فقال لي بس أنا مصاب بالكورونا وإن شاء الله بس أخلص. وسألت أخوه قال لي خلاص اتحسن وما شاء الله وبده يطلع. والله ذرفت الدموع فجر 11-3 لما أشوف عيطت، قاعد تعيط ساعة حوالي 3-3:30 بتطلع على الفيسبوك وإنه نعي للدكتور جميل بعد ما كان يعني ما مش قادر أقول أكثر من هيك. أنتوا تحدثتوا عن الجانب العلمي، التعامل مع طلابه كأستاذ جامعي رحمه الله، لكن أنا بشيد في البعد الإنساني إلو لأهله، ناس في قمة الطيبة ويشهد الله. وما بدي أطول عليكم، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مصابنا كبير فيه، أنا بحكي كصديق من أيام الجامعة إلو، ويعطيكم ألف عافية وشكرا إلكم على هذه البادرة الطيبة، وبأمل إنه تعتبروني أحد ممثلين أهله، أهله الأقرباء يعني، بأمل هيك. أشكركم من جزيل كل الشكر على هذه المبادرة الطيبة، ولا أراكم الله مكروها بعزيز، والسلام عليكم. عليكم السلام. شكرا. تفضل بسمة. لا العذر، يعني نحكي شكرا للأستاذ أستاذ لطفي، يعني كمان يعني إحنا نكتشف مع المزيد كم نعرف هذه القامة الرائعة، ولكن مع كل مداخلة مع كل شهادة نكتشف صفحات وسطور يعني، ولا نزال نتفاجأ بهذه الصور الناصعة من سيرة فقيدنا الراحل العظيم. صحيح نحن نشعر كلنا بالحزن، ولكن هذه الشهادات يعني تثلج الصدر وترفع من الهمة، ويعني وإن شاء الله يكون هذا يعني كمان درس لي يعني بقائنا على الوفاء وتكريم كل هذه القامات والسير على خطاهم، وفي هذا أكبر عزاء. شكرا بسمة. في أمين أي أم، معلش لو تعرف نفسك تفضل، عنده تساؤل أو مداخلة. أمين، كان بالغلط كاتب عليه، ها هاي كو هوست يا أمين، بس معلش تفضل. أمين سامعنا؟ يمكن بالغلط. على كل حال يعني في نهاية هذا المساء نقول لكم جميعا شكرا لجميع الحاضرين في هذا الفضاء الافتراضي على التفاعل الجميل جدا، وكذلك الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه طبعا إحنا نبث بثا حيا ومباشرا الآن. ونقول رحمة الله عليك يا أستاذنا ودكتور جميل خليفي، وستبقى في قلوبنا ونحن تعلمنا منك، ونشكرك شكرا جزيلا على ذلك. وعزاؤنا للأهل ولجميع محبي على مستوى الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة، وشكرا لكم جميعا. شكرا دكتور عمار. شكرا. يعطيك العافية دكتور عمار. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. العفو. الله يسلمك إن شاء الله. رحمة الله عليه. الله يرحمه رحمة واسعة. رحمة الله عليه. رحمة لكم جميعا إن شاء الله. إن شاء الله نلاقيكم على خير. إن شاء الله.